دكتور سهرة، حضرتك السلام عليكم يا جماعة. استكمالا لكورس أو إن إحنا هنعلم كريتيكال كير على جروب بروفيشنال كلينيكال فارماسيست وجروب مبدعون، النهاردة إن شاء الله استكمالا لمحاضرتنا هنبدأ أول محاضرة في الكريتيكال بعد الانترودكشن، وهي هنتكلم على الاسيد بيز ديس اوردر وبدايتها بمحاضره الارتيريال بلاد جازز واللي هي غازات الدم. طبعا اللي ما حضرش الانترودكشن معانا نقول باختصار احنا ليه بدانا الكريتيكال بالارتيريال بلاد جازز او الاسيد بيز ديس اوردر. قلنا عشان من الجوب ديسكريبشن بتاع الكلينيكال فارماسيست انه قبل ما بيبدا يشتغل لازم بيعمل كونفيرم على الدياجنوز، وده بيكون عن طريق ان يعمل انتربريتيشن بكذا حاجه قبل ما بيبدا يشتغل. ومن ضمن الانتربريتيشن اللي بيعملها الكلينيكال فارماسيست ان بيعمل انتربريتيشن بالارتيريال بلاد جازز اللي هي غازات الدم، الاي سي جي بيعملها بالكلينيكال لاب، بيعملها اذروايز بالايكو او الاكس راي عشان تساعده انه يوصل للديفرنشال دايجنوز ويتاكد منه قبل ما يحط الثيرابيوتيك بلين، او انه يشير في ديسكشن في ثيرابيوتيك بلين، او انه يعمل ريكومنديشن في ثيرابيوتيك بلين. طيب السكيلز ديت اولها هي الارتيريال بلاد جازز وهي غازات الدم بدانا بيها، وهي بيسموها لوغاريتمات الكريتيكال، ولكن احنا بدانا بيها عشان نعرفك ان مفيش حاجه صعبه، كله سهل، كله هتفهمه، لازم تكون تراستد، هتفهم كل حاجه ان شاء الله في محاضرتنا وتكرر بعدها تكمل كريتيكال ولا لا. مبدئيا احنا هنسحب غازات الارتيريال جازز. اول حاجه هي اسمها ارتيريال بلود جازز، يعني ها البيوبسي هسحبها منين، ارتري ولا من فين؟ دي اول حاجه، اول سؤال لازم نفكر فيه. طيب من اسمها كده يا شباب، حد يريد، انا في شرحي بحب ان يكون في كوميونيكيشن ما بيني وبينكم، فياريت يعني لما اسال حاجه يا ريت تفتحوا المايك وتردوا عليا، ويا ريت بالمناسبه لو في اي سؤال او اي استفسار على حاجه او اي جزء ما تفهمش يا ريت قاطعني قول لي انا ما فهمتش الجزء ده، لان الكريتيكال كله مبني على بعضه، ففي جزء لو انت ما فهمتوش اللي بعدين انت مش هتفهمه، فمعلش يعني ايه نلود على الناس ان لو حد مش فاهم حاجه لا يوقفني وانا اعيدها له مره واثنين وثلاثه، وده مش عيب، مش عيب انك تسال، مش عيب انك تستفسر، مش عيب انك تحس حتى لو المعلومه انها بسيطه وانت مش عارفها، ده ما يعيبكش. اللي يعيبك ان يكون في فرصه ان انت بتحضر معايا محاضره سواء اونلاين او لايف، وجاتك ان يكون عندك استفسار او حاجه وتخلص المحاضره وانت ما تعرفش الاجابه في الحاجه اللي انت عاوز تسال فيها عشان خاطر ان انت اتحركت او كسفت انك تسال، لا اسال مره واثنين وثلاثه مش اي مشكله. مبدئيا يا شباب هنبدا غازات الدم. مبدئيا احنا نسحب غازات الدم دي منين؟ هي اسمها ارتيريال، يعني نسحبها من ارتري. طيب هي ليه مش هسحبها من الفين؟ طب انا لو سحبتها من الفين هتبقى اسمها ايه؟ طب امتى هسحب من الارتري وامتى هسحب من الفين وازاي هسحب؟ كل دي اسئله هتدور في دماغك. طب من البدايه هو انا ليه هسحبها، هي اسمها ارتيريال يعني انا هسحبها من الارتري. طب هي ليه انا هسحبها من الارتري، انا ليه هسحبها من ارتري ومش هسحبها من فين؟ وهي هتشوف ايه؟ غازات الدم دي بتشوف ثلاث حاجات، بتشوف البي اتش بتاعت البلط، بتشوف الكربون دايكسيد بريشر، بتشوف البايكارب. طب انا ليه اسحبها من البلط؟ نقول كده هنت صغيره عن البلط سيركيوليشن في جسمنا عشان نفهم منها انا ليه هسحب غازات الدم ديت، هسحبها من ارتري مش هسحبها من فين. زي الرسمه اللي قدامكم دي مثلا، المفروض ان الدم من الهارت بومبت بيكون البلط محمل باكسجين ونيوترونز، وده انا بسميه اوكسجينيتد بلاد، من طريق الارتري زي ما احنا شايفين كده. هنا الارتري جاي الهارت، البلاد طبعا محمل بنيوترون واكسجين، هيروح المفروض للاورجن اللي هنا. الاورجن تعمل ايه؟ تستهلك النيوترون دوت في وجود الاكسجين، وده بسميه اللي هو ايه؟ ايروبيك ميتابوليزم. استهلك النيوترون في وجود الاكسجين واستهلكه عشان يكون ده سورس اوف انرجي، اوف انرجي اللي على هيئه اي تي بي عشان اقوم بالفيزيكال اكتيفيتي بتاعتي. طب بعد ما الاورجن يستيك الوات والنيوترون دوت يعمل ايه؟ الاورجن ياخد الاكسجين ويطلع الاكسايد، فيرجع بلط من الاورجن عن صوره ايه؟
دي ساتوريتد. وهتلاحظ في الصوره اللي قدامك صوره الريد اللي هي بتاعت الارتري فيها البلاد ايه اوكسجينيتد يعني محمل بالاكسجين، لما يوصل للاورجان واستهلك من الاكسجين يطلع بلاد من الاورجان ايه دي ساتوريتد، بيكون اهم في بسيطه قوي. يرجع يتجمع من الاورجان كلهم على هيئه دي اوكسجينيتد بلاد، ويرجع انه يتجمع هنا كده في الفين لغايه ما يتجمع في السنترال فين اللي هم السوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا. البلد رجع من الاورجان ايه زي ما اتفقنا هيرجع دي ساتوريتد ما فيهوش اكسجين، يعمل ايه؟ يدخل هنا كده زي ما احنا شايفين في الجزء ده من الهارت، زي ما احنا عارفين طبعا كلنا ان الهارت بيتقسم لفور شامبر، بيتقسم لفور شامبر طبعا في جزء الرايت سايد والليفت سايد. دايما كلنا بنتلخبط لما نيجي نتكلم على الهارت فين الجزء الرايت وفين الجزء الليفت، دايما اعرفها ان في اكزامبل كده او في مثل كده بيقول دايما نقوله واحنا بنقول عشان نسهل الموضوع رايت اون ذا ليفت سايد ليفت ارم اون ذا رايت سايد، يعني او بنقولها بالبلدي كده ايه رايتك على ليفتك وليفتك على رايتك، يعني ايه؟ يعني ايدك اليمين على الجزء الشمال وايدك الشمال على الجزء اليمين. طب الجزء دوت اللي هتبقى على ايد الشمال عليه ده هيبقى الجزء الايه الرايت. طبعا الحاجات دي انا بعلمكم بيها لكن ما ينفعش تعمل ديسكشن مع حد وتقول له رايتك على ليفتك وليفتك على رايتك والكلام ده. طيب اللي هنا دلوقتي البلاط هيتجمع فين؟ زي ما احنا عارفين الفور شامبر بتاعت الهارت اللي هي عندي ده كده هيكون الليفت، هيكون الرايت اتريوم هنا فوق هيتجمع في البلاط. طيب اول ما يوصل يتجمع البلاط في الرايت اول ما يتجمع الرايت اتريوم هيوصل للكابستي بتاعت الشامبر دي الغرفه تتملي بالدم، اكيد هتعمل ايه؟ تعمل كونتراكشن. لما تعمل كونتراكشن ممكن ارسمها لكم تاني، اوضح من الصوره ديت كده. دي مثال للهارت، هنا زي ما قلنا دي الرايت اتريوم وهنا الليفت اتريوم، هنا الرايت فينتريكل هنا الليفت فينتريكل. طيب اول ما يجي البلط من السوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا وقلنا البلط ده هيجي ايه دي اوكسجينيتد لانه جاي من الاورجان والاورجان استهلك الاكسجين اللي فيه، ايه اللي هيحصل؟ هيتملي الرايت اتريوم ببلط. اول ما يوصل هيعمل ايه؟ يعمل كونتراكشن في اول يتفتح قدامي اول ما يوصل للكابستي، وده بسميه الترايكاسبيد فالف. ايه موضوع الفالف ده كده باختصار؟ الفالف اللي هي صمامات القلب بتبقى شكلها زي كده، فطول ما هي كده الشامبر في حاله ريلاكسيشن بتكون الفالف دي مقفوله، اول ما الشامبر فوقيه يعمل كونتراكشن يعني يعمل بريشر، يعمل بريشر طبعا الفالف ده يعمل ايه؟ يبدا يفتح، فيبقى كده يفتح. اول ما يفتح الشامبر ايه اللي يحصل؟ يعني دلوقتي الرايت اتريوم ديت اول ما يحصل الفالف اللي هو ترايكاسبيد فالف او هيحصل ايه اول ما يحصل كونتراكشن هيتفتح. طب لما يتفتح ايه اللي يحصل؟ البلاد يحصل له بيرفيوجن يعدي من خلال الفالف ويملى الرايت فينتريكل. طب اتفقنا الرايت فينتريكل ده هتعمل ايه؟ البلاد ده ايه يا شباب؟ البلاد برضه اكسجين. طيب الفينتريكل هيتملي بالانت دايستوليك فوليوم اللي هو الكابستي بتاعت الرايت فينتريكل عشان تملى بالبلاد، والبلاد ده برضه قلنا ان هو دي اكسجينيتد. ايه اللي يحصل اول ما يوصل الكابستي بتاعته؟ يحصل كونتراكشن للرايت فينتريكل. لما يحصل كونتراكشن للرايت فينتريكل في فالف تاني جنب فالف اسمه ايه؟ اسمه بالمونري فالف. البالمونري فالف ده تعدي فيه البلاد ويروح ل البالمونري ارتري ويروح لللنج. اللنج طبعا هتقوم تعمل ايه؟ هتعمل اكستشن للغاز. اللنج تقوم بالفانكشن بتاعتها انها تعمل اكستشينج للغاز، تطلع الكربون دايوكسيد اللي جاي لها في البلاد دوت اللي كان ده سورس من الاورجان اللي مطلعه الاورجان، هتعمل اكستشينج تطلع الكربون دايوكسيد عن طريق الاكسبيريشن وتدخل اكسجين عن طريق الانسبيريشن، ويعود البلاد من اللنج عن طريق ايه؟ عن طريق البلمونري فين. يرجع البلمونري فين يملى الليفت اتريوم. هنا الليفت اتريوم اول ما هتتملي البلاد ده هيكون اكسجينيتد. حد مفتح مايك يرد عليا؟
شباب انتوا سامعيني؟ والبلد اللي هرجع هيكون اكسجينيتد. اول ما هيتملي الليفت اتريوم ببلد اكسجينيتد هيوصل تحته، هيفتح لي بقى الفالف هنا اللي هو اسمه الميترال فالف. اول ما الميترال فالف هيتفتح هيحصل برفيوجن فيملى الليفت فينتريكل ببلد، البلد ده ايه؟ اكسجينيتد. اول ما هيتملي الليفت فينتريكل ببلد اكسجينيتد يبدا يحصل كونتراكشن للليفت فينتريكل فيضخ البلد عن طريق الاورتيك فالف للاورتا، والاورتا يخرج منه البلد لايه؟ لكل الاورجان. لاحظنا هنا يعني في السايكل ديت ان البلد بيجي عن طريق الفين دي اكسجينيتد، بيخرج من الهارت ايه؟ اكسجينيتد، يروح للاورجان. طيب شباب معلش التاكيد بس، سامعيني صوتي واضح وانتوا سامعيني؟ ايوه دكتور الصوت واضح مفيش مشكله. الناس طيب، الناس انا عاوز الناس تعمل شير معايا، تفتح المايك وتتكلم معايا. اي حد ممكن يفتح المايك بتاعه عايز. طب هنا بقى لما هنقول احنا ليه هنسحب البلاد جازز، يفضل ان احنا نسحبها من الارتري ليه؟ هو انا انت عاوز تقيم الجازز اللي في البلاد. طيب لما تيجي تقيم الجازز بتاع البلاد هتقيمه امتى؟ يعني في مثلا حد فيكم كده طلب اوردر من مطعم معين، طلب اكل وانا عاوز اقيم الاكل ده، الافضل ان انا هقيم الاكل ده قبل ما ياكله ولا بعد ما ياكل منه؟ يعني الطبق ده جاب الاكل وراح كل منه وبقى منه، انا عاوز احكم على الاكل، عاوز اقيم الاكل ده بتاع المطعم ده، الاكل ده كويس ولا لا، الاكل ده كان سخن ولا لا، الكميه بتاعته كفايه ولا لا. هقيمه امتى؟ اكيد هقيمه قبل ما الشخص ياكله، هقيمه مش بعد ما هياكل منه وهقيم اللي متبقي. طب ما المتبقي ده انا مش عارف هو كان جاي له سخن ولا هو بيرد منه، طب هي كانت كميته كتير اكل منه ده اللي متبقي منه ولا لا. فانا الطبيعي ان انا هقيم الحاجه قبل ما توصل. فانا احب اقيم البلاد، هقيمه فين؟ في الارتري. ليه؟ عشان انا عاوز اقيمه قبل ما يوصل للاورجان، يعني قبل ما الاورجان يعمل منه كونسبشن، قبل ما يستهلك منه اي حاجه، اشوف الجازز ديت جايه الكونسنتريشن بتاعها عامله ازاي. وده عشان كده انا بفضل استخدم البلاد جازز منين؟ من الارتري. طبعا احنا ينفع نسحبه من الفين، ينفع نسحبه من الفين بس في حالات معينه. احنا بنتكلم دلوقتي على الفيرست برزنتيشن، يعني العيان جاي انا مش عارف هو عنده ايه، هو فيه ايه، ايه المشكله اللي عنده، المشكله دي في لانج ولا في كيدني ولا عنده مشكله في ميتابوليزم، انا مش عارف هو عنده ايه. فلازم اول بيوبسي اسحبها منين؟ من ارتري. طيب انا لو سحبت من الفين هنا البيوبسي هتكون اسمها ايه؟ تبقى اسمها في بي جي، فينس بلاد جيزز. وهنعرف امتى نسحب الفي بي جي وامتى لا لازم نسحب اي بي جي، ودي سؤال لازم تطلع من النهارده عارفينها. طيب مبدئيا احنا عرفنا كده، يبقى احنا اول حاجه عرفناها احنا ليه هنسحب من ارتري، عشان يكون فول ساتوريتد بالجازز فاقدر اقيس. طيب هسحب ازاي؟ مبدئيا كل اللي سامعني دلوقتي يحاول يحس البلس من الريديال ارتري. الريديال اللي هو دوت، اللي هو في الجزء دوت هنا ريديال بتو فينجر، بصبعينك بتحس البلس ريديال ارتري بتو فينجر كله معايا كده، ويحاول ايه يحس البلس. طيب معنى ان انت حس البلس في الريديال في الجزء ده، يعني تحت صباعك هنا اللي انت حسيت بيه ده، في ايه؟ ده في ريديال ارتري. طيب الريديال ارتري ده جاي منين؟ جاي من الهارت. يعني هيكون في ايه؟ هو ده اللي فيه البامب، فيه البيتس اللي انت بتحسها، دي البيتس اللي انت بتحسها، ودي اللي تقدر تعرف منها مانوال كده العيان ده ممكن يبقى عنده تاكيكارديا ولا بريديكارديا. ما انت ببساطه كده لو مسكت الموبايل وفتحت الستوب ووتش بتاعتك وبدات اول ما حسيت البلس بدات تعد البلس ديت وظبطت الستوب ووتش على ايه 60 سكند 60 ثانيه كده، بعد ما تعمل 60 ثانيه اقفل الستوب ووتش شوف انت كام بيتس. لو لقيت البيتس اكتر من 90 ده بيكون تاكيكارديا، ده بيكون اقل من 70 ده بادي كارد، تقدر تعرفها من الهارت ريت من التكامل. طيب نرجع لموضوعنا، انا دلوقتي تحت البلس يعني ان الارت ماشي هنا
مبدئيا الفين بيكون سوبر فيل، يعني انت اللاعب بيبقى تحت الجلد على طول، بيبقى صغير وبيبقى سهل انك تسحب منه اي بيبس. لكن الاوبتيك دي شويه وبتكون سحب البيبس دي بتبقى ديفيكلت شويه وبتكون بينفول، بتكون مؤلمه. طيب هنسحبها ازاي؟ هنحس بصبعنا الاثنين بالتو فينجر للريديال ارتري. طيب معنى ان انا احس بالص معناه ان انا متخيل صبعين الاثنين كده الريديال ارتري بيكون فيرتيكال للتو فينجر، يعني النقط اللي انا متخيله. ابدا اجيب السيرنج بتاعتي، ولازم طبعا السيرنج دي تكون هيبرونايزد. هيبرونايزد سيرنج، معلش انا هتكلم بساعات كده بالمصطلحات البلد بتاعتنا اللي هي ايه، سرنجه متهبنه. يعني سرنجه متهبنه يعني انتوا عارفين طبعا الهيبرين، سواء الهيبرين الصوديوم والكالهيبرين اللي هو هيبرين الكالسيوم، ده انتي كواجولنت هيمنع البيوبسي دي ان يحصل لها كلوتنج، انها تتجلط، وانا مش عاوز اتجلط عشان اعرف احسب كل حاجه فيها صح، اشوف الجاز قد ايه، الاكسجين قد ايه، الكربون دايوكسيد قد ايه، البايكارب اللي فيها قد ايه. فانا محتاج السامبل دي انها ايه، ما تكونش يعني ما يحصلهاش كلوتنج. فلازم اعمل ايه، لازم تكون السيرنج دي ايه، هيبرونايز. ازاي هبرن السيرنج؟ اجيب امبول الهيبرين عادي لو انا مش عندي السيرنج ديت. طبعا في مصر مش موجوده تقريبا الهيبرونايزد سيرنج دي، مش موجوده في مصر. فانا اجيب السرنجه وافتح امبول الهيبرين واسحب شويه من امبول الهيبرين في السرنجه وارجعهم تاني. مجرد ما الهيبرين مشي في السيرنج وفي النيدل والشامبر كده وصل كده، انا عملت ايه بقى، عملت هيبرونايزد سيرنج، بس ما تسيبش منه حاجه، يعني رجعه تاني للامبول، رجع كل الهيبرين تاني للامبول. طيب في ناس، في طبعا احنا لما بنسحب البيوبس ديت ونوديها للمعمل، في حاجه اسمها هيبرونايزد تيوب، يعني تيوبه متهبرنه. ففي ناس تقول لك لو انا هسحب بهيبرونايزد تيوب يعني التيوبه متهبرنه، فانا مش شرط اهبرن السيرنج، مش شرط اهبرن السيرنج، انا كده كده هسحب وهفضي على طول في هيبرونايزد تيوب. انا مثلا شغال في المستشفى عندي ما عنديش هيبرونايزد تيوب ديت، فلازم اهبرن الايه، السيرنج. وحتى لو انت عندك الهيبرونايزد تيوب، يفضل لا هبرن السيرنج. ليه بقى هبرن السيرنج؟ عشان ممكن انت اول ما تحس الريديال ارتري تبدا تدخل فيه وتسحب حاجه بسيطه، العيان يحرك ايده ولا حاجه، تطلع من الريديال ارتري تدور على الريديال ارتري الثاني، عقبال ما تعرف توصل، عقبال ما توصل تجيب الريديال ارتري يحصل كلوتنج لشويه البلاد اللي انت سحبتهم دول. فيفضل حتى لو هتستخدم هيبرونايز تيوب، لا كمان ايه، هبرن السيرنج بتاعتك. وبتبدا تدخل بالسيرنج 45 درجه، تدخل ديب، لاحظ الشامبر ديت اللي قدامك. اول ما هتدخل في الارض، اول ما تبدا تدخل وتطلع، اول ما انت هتدخل في ريديال ارتري شايف الشامبر دي اللي قدامك، هتحس فيها بايه، بالبلاد هيدخل فيها، تحس كده بنقطه بلاد. اول ما يبدا يدخل كده نقطه البلاد، تسحب السبرنجر لورا وتملى عادي ايه، تاخد البيوبسي بتاعتك. وهنزل لكم ان شاء الله على اليوتيوب ازاي تسحب الاي بي جي. دي طبعا سكيلز يعني لازم تبقى عارفها، تبقى عندك، تبقى عارفها، مش شرط ان انت تعملها، مش شرط انك تسحب او ما تسحبش، بس لازم دي سكيلز لازم تبقى عندك وتكون عارفها. خاصه الناس اللي اشتغلوا امرجنسي، ممكن تتعرض لموقف ان يكون عندك في جش في العيانين، فلو ريت عالي، النيرس مش هتكون فاضيه، فيزيشن مش هيكون فاضي، عاوز بسرعه تشتغل، عاوز تعمل انتربريتيشن، تشوف الاي جي بتاعك عشان تقيم عينك بسرعه، فهتتحط في المواقف اللي انت فعلا هتحتاج انك تسحب اي بي جي. طيب انا نعم العلاج الطاقه فقط طبيعي البالص بالنسبه لك يكون معدوم، مش هيحصل لان هو ما فيهوش بالص اساسا، فمش هتقدر هتخش في الباين. فدي بندخل، بيفضل ان احنا ندخل في منطقه فيمورال. طبعا هي في مكان منه سي بتاعت الارتيزز، بس دول اقل مكان عليهم كومبليكيشن، ليس كومبليكيتد، اقل اماكن يكون الكومبليكيشن فيها ايه، قليله. في ان انا اخش على الفيمورال ده، ديب الني جوينت، مفصل الركبه، بتتني العيان رجليه وهو طبعا في سوباين بوزيشن، هو نايم على ظهره، العيان رجليه وتطلع رجله لبره وتبدا تحس كده على الميد لاين على الفيمورال، وتخش كده اناتوميكالي، تخش بالسيرنج للاخر، وان شاء الله ايه تسحب، هتسحب البيوبسي هتلاقي نفسك جبت ايه، فيمورال ارتري جبته. طيب ايه الحاجات بقى، خلاص دوت وديتها لللاب. اللاب طبعا الريزلت هتبان خلال دقيقه، اقل من دقيقه هتكون الريزلت طالعه لك، اللي انت هتعمل بيها الانتربريتيشن عشان تعرف تقيم بها العيان. طيب هيطلع لي ايه اللي انا هشوفه؟
اشوف طبعا بي اتش بتاعت البلط، هنشوف كربون دايكسيد بريشر، هنشوف اكسجين بريشر، هنشوف بايكارب، وهنشوف ساتوريشن. طيب هو مبدئيا اسحب انا الاول، لو جات لي الريزلت انا عاوز احكم الاول الريزلت اللي جات لي دي، هو انا داخل جايد بالصناعه، مش عارف انا دخلت في ريديال ارتري ولا لا. يعني ممكن تسحب وانت متخيل ان انت بتسحب من ريديال ارتري وما يكونش ريديال ارتري، يكون فين صح. ممكن لو انت ما شفتش اللي بيسحب مش عارف هو سحب ايه ولا منين ولا عمل ايه. قبل ما تعمل انتربريتيشن، وانا عاوز ابقى متاكد ان انا بعمل انتربريتيشن بارتيريال بلود جازز، غازات دم انا اسحبها من الارتري، لازم اعرف اقيم الريزلت ديت، الريبورت اللي جاي لي ده البيوبسي مسحوبه من فين ولا من ارتري. طيب تعالوا نتخيل، ممكن نعرفها يا جماعه في حاجه كده سيجنيفيكانت تقدر توضح لي من الريزلت اللي انا هشوفها ديت، انا اقدر افرق بين ان انا سحبت من ارتري ولا من فين؟ حد يقدر يقول لي، يرد عليا ويقول لي؟ يا شباب هو انا محاضراتي كلها لازم تشير معايا، لازم يبقى في ديسكورد، لازم تتكلم معايا، لازم تفكر حتى لو غلط حتى لو صح، انت تفكر، تبقى عندك ملك التفكير، سنس التفكير ده عندك، ده لازم تاخده مني وانا بشرح. مش هشرح لك توبك 2 توبك 3 توبك، مش هشرح لك كل حاجه، بس عاوزك على تستفيد من الفكر بتاعنا ازاي تقدر تفكر. انا دلوقتي سحبت بيبسي، حد جاب لك الاي بي جي، هو بيقول ايه هو اي بي جي، هو مش عارف بقى هو ارتيريال ولا في بي جي، يعني جاي بيقول لك خد اهو اقراه، وانت عاوز تعرف هو ده ارتيريال ولا فينوس. قبل ما تعمل بي انتربريتيشن هتفرق؟ اه هتفرق في تقييمك. حد يقول لي ايه الحاجه اللي ممكن سيجنيفيكانت تظهر معايا؟ طب هو الاوبن ساتوريشن اخباره ايه؟ ممكن ده حاجه تعمل ديفرنشال ما بين الاثنين؟ حد يرد عليا يا جماعه من الناس المشتركه معانا في المحاضره، يرد عليا يقول لي ايه اللي ممكن اشوفه في الاي بي جي في الريبورت يفرق لي او ياكد لي انا سحبت من ارتي ولا انا سحبت من دي. السلام عليكم دكتور مروان. طبعا اللي ممكن يفرق لنا هو يبقى دايما الاكسجين ساتوريشن، ان هو اتليست في الارتيريال هيبقى اكتر من 92 او من 93، لكن لو كان فينوس هيكون دايما اقل من كده. دكتور مين معايا؟ انا الدكتور محمد السماني. يا دكتور ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا محمد، اخبارك عامل ايه؟ طيب دكتور محمد، انت قلت ان انت قلته، معلش واحده واحده. بقول لحضرتك اللي ممكن يفرق هو الاكسجين ساتوريشن او الاس او 2 اتليست هيكون في الارتيريال براد جايز اعلى من 93 او 94% مثلا، وفي هيكون طبعا اقل من كده. طيب اقل من كده في الفينس كام مثلا؟ يعني انا مثلا لو لقيت عيان 87 ده يخليك مثلا تقول ده فينس ولا تقول ارتري؟ لو لقيت ساتوريشن في بايوبسي 87% تقول عليه ارتري ولا فينس؟ هو متهيألي هتبقى كونفليكتنج شويه، بس ممكن هنا ممكن يبقى ارتيريال لو كان عنده سي او بي دي مثلا، ممكن يبقى 87% دي نسبه كويسه وارتيريال. بالظبط كده. ماشي يا محمد، شكرا يا محمد. الله يحفظك، احنا تلاميذك. ربنا يخليك يا محمد. طيب طبعا يا جماعه المعروف ان الساتوريشن في الارتري، ان البلاد هيجي ده ساتوريتد، الاكسجين ساتوريشن عالي، لسه البلاد ده جاي من اللنج، واللنج شغاله لو هي شغاله بالفول كاباسيتي بتاعتها، فيكون الساتوريشن اكتر من 95%، يعني هيكون 96 97 98 99 100، ده كله ساتوريشن ساتوريتد بلاد جاي من الارتري. لكن لو انا ساحب البيوبس دي من فين، فاكيد البلاد دي جايه من فين، يعني جايه من مكان بعد الاورجن، يعني الاورجن عمل لها كونسبشن، استهلك الاكسجين اللي فيها، فاكيد في الريتيرن ده
هيكون الساتوريشن 70 75 65 في الحاجات ديت، صح؟ ده في الفين. اما بقى الكونفليكت اللي بيحصل عندكم ان في ناس بقى ايه تبقى حافظه. يعني ايه حافظه؟ يعني تقول لي فوق ال 95% ارتيريور وانا مغمض. طب انا معاك، معاك حق. اي عيان هتلاقيه فوق الخمسة، عمرك ما هتلاقي في الفين البلد ساتوريشن الاوكسجين ساتوريشن في الفين 95، انا معاك ده هيبقى ارتيريور. لكن مش معنى ده ان انت تقول تحت 95 هيبقى فينوس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان مثلا لو جالي عيان ازمه او عيان سي او بي دي، عيان الازمه او السي او بي دي الساتوريشن بيبقى عامل ازاي؟ العيان ده الاوكسجين ساتوريشن بيبقى قليل عشان بيكون في مشكله في اللنج، فاللنج مش شغاله بالكباسيتي بتاعتها، فاكيد مش قادره تعمل اكستشينج الجاس كويس، فالبلد اللي راجع ده نسبه الاكسجين بتاعه قليل. وده اساسا ده في الريتيرن من اللنج نفسها اللي رجع على الهارت قبل ما الهارت تعمل بامب وتودي البلد ده لايه للاورجن. فمتخيل بقى مثلا يعني العيان ده لو كده هيجيب لك منين الساتوريشن 95 اللي انت عاوز تشوفه؟ يعني اللنج اساسا كفائتها انها تعمل ساتوريشن للبلد انها توصله مثلا ل 88 او 87، ده اخرها، دي الكفاءه بتاعت اللنج انها تعمل كده. هتشوف انت منين الاكسجين ان يوصل بساتوريشن يوصل لل 95؟ هتشوفه ازاي؟ اما اللنج نفسها مطلعه 88، فاكيد ده طبعا مش هتقدر تشوف ال 98 ولا ال 97 ولا ال 95 ولا الكلام ده خالص. طب ده نعرفه ازاي؟ ببساطه جدا، العيان بتاعنا بيبقى محطوط طبعا في الاي سي يو او في الكريتيكال على بلز اوكسيمتر، والبلز اوكسيمتر ده اللي هو المشبك اللي هو بيبقى موجود في صباع العيان الكبير. البلز اوكسيمتر ده هو الطبيعي بيقيس لي هارت ريت، بيقيس لي ساتوريشن، بيقيس حاجات كتيره. فمن ضمن اللي بيقيسه بيقيس لي الساتوريشن. فانا اقيم العيان وهو على المونيتور، ابص على المونيتور واشوف العيان اساسا الساتوريشن بتاعه قد ايه. فالساتوريشن اللي هيبان على المونيتور تبدا تقارنه بالساتوريشن اللي موجود عندك في الريبورت بتاع البلود جازز اللي طالع لك. يعني مثلا لما الاقي عيان ابص على المونيتور، عيان جاي لي هايبوكسيك، عيان جاي لي ازمه او سي او بي دي، فالساتوريشن بتاعه مثلا 87 او 86، فطبيعي ان انا لما هبص على الاي بي جي هبقى عارف الليمت بتاعي ان الموضوع ليميتد. يعني على اي 86 هقول ارتيريور، 85 هقول برضو ارتيريور، لان العيان هو اساسا هايبوكسيك، تمام؟ فمش شرط ان انت ايه يكون فوق ال 95. فدي نقطه عاوز اوضحها عشان في ناس كتيره حافظوها، لا لازم تبقى انت فاهم انت بتقيم الساتوريشن اللي موجود في الارتري اللي هو اصلا جاي منين؟ من اللنج. فاللنج لو فيها مشكله مش هتلاقيه زي ما انت متخيل. طب ممكن الاقيه في الريديال والاقيه واقع، الاقيه اقل من كده ويبقى ارتري؟ ممكن تلاقيه واقع وارتري. ازاي؟ انا عيان جاي لك ارست، عيان جاي لك ارست، يعني ده يعتبر مش عايش، عيان متوفي. انت بتعمله السي بي ار، بتعمل له الانعاش عشان يرجع يعيش تاني. فمتخيل الساتوريشن فيه يكون ايه؟ هيكون ال 90 ولا ال 80 ولا ال 70 ولا ال 60 ولا هتلاقي الكلام ده خالص. فده مش معناه ان انت ايه ما سحبتش من ارتر، لا ممكن تكون ساحب ايه من ارتر يبقى قليل. طيب خلاص عرفنا هنقيم الريزلت بتاعك ازاي. في الفيرست برزنتيشن لازم تكون البيوبسي ارتيريا، لازم تكون من ارتر، لازم ما فيش هزار. ده ليه؟ هنعرف ليه. طيب احنا بقى عرفنا هنسحب منين، عرفنا ليه لازم، عرفنا الاول ان احنا نسحبها من ارتيريور، وليه هنسحبها من ارتري مش هنسحبها من الفين، وهنسحبها ازاي، وهنقيم ازاي الريبورت قبل ما نقراه، قبل ما نعمل بيه انتربريتيشن انه لازم يكون ارتيريور بايه، بالاكسجين ساتوريشن. طيب تعالوا بقى نتكلم كده على الاول الايه فكره غازات الدم ديت، وهتشوف ايه. اول حاجه هيشوفها غازات الدم هيشوف البي اتش بتاعت البلد. ايه موضوع البي اتش دوت؟ والله البي اتش دي اللي هي درجه الاسيدوزس او الالكالوزس. ايه برضو درجه الاسيدوزس والالكالوزس؟ زي ما احنا عارفين اي حاجه في الدنيا، لو انت في الصيدليه كده كل دواء عندك ليه درجه بي اتش معينه. ايه درجه البي اتش دي؟ دي الدرجه بتاعت الاسيدوزس او الالكالوزس اللي بتضمن الاستابيليتي بتاعت الحاجه دي او بتاعت البرودكت ده. لو غيرنا البي اتش ديت البرودكت ده مش هيكون ستيبل. ودي الفكره في تصنيع الادويه نفسها، ان انا بصنع تابلت معينه لو انا عاوزها يحصل لها ابزوربشن في الاستومك، فانا بظبطها ان يحصل لها ديسول في الاسيديك ميديا. يعني هي مصنعه على درجه البي اتش الاسيديك يحصل لها ديسول في دوب ويحصل لها ابزوربشن في الاستومك. لو انا محتاج الابزوربشن بتاع التابلت دي انها تكون في انتستين،
فانا محتاج اصنع التابلت دي ان يحصل لها ان الديزولف بتاعها يكون فين؟ في الالكلاين ميديم. طيب البي اتش بتاعت البلود زي ما احنا عارفين كل حاجه ليها بي اتش معينه بتضمن الاستابيليتي. طب في جسم البني ادم بقى، لا في جسم البني ادم الوضع مختلف. ربنا خلق لنا لكل اورجن عندنا بي اتش معين. لو سمحت اللي فتح المايك يقفله يا جماعه، لو سمحت استاذن اللي فتح المايك يقفله. احنا قلنا بتعرف بي اتش اللي هي بتقيس درجه الاسيدوز والالكالوزز، ودايما البي اتش لما تكون قليله ده معناها اسيدوزس، ولما تزيد تكون الكالوزس. طب ايه علاقه الكلام ده؟ والله انا لما اقول ان الاورجن او البروتكت ده اسيدك يعني معناه الهيدروجين ايون فيه ايه؟ فيه كتير. طب ايه علاقه ده بالبي اتش؟ والله انا عارف حاجه بتقول ان البي اتش بيساوي ماينس لوج الاتش. ده معناه ان البي اتش اقدر اقولها بشكل تاني ان البي اتش هيساوي لوج الواحد على الاتش. من الايكويشن اللي قدامك ديت في علاقه، ايه العلاقه اللي تقدر تستنتجها من البي اتش ومن بين الهيدروجين ايون؟ ايه العلاقه اللي ممكن تستنتجها من الموضوع ده؟ احنا اتفقنا ان الاسيدوزز يعني هيدروجين ايون ايه عالي. طيب عاوزين نعرف البي اتش هتتغير ايه عشان نقول عليها ان هي اسيدك. طيب والله احنا من الايكويشن اللي موجوده قدامكم ديت اللي هي البي اتش هيساوي لوج الواحد على الاتش، ده افهم منه ان الريليشن شيب ما بين البي اتش والهيدروجين ايون دي انفرس ريليشن شيب، علاقه عكسيه. يعني معناه ان الهيدروجين ايون لما يزيد البي اتش هيحصل لها ايه؟ هتقل. وانا لما كان الهيدروجين ايون بيزيد كنت بتقول ايه؟ اسيدوزس. يبقى بالبديهي جدا البي اتش لما تقل هتقول عليها ايه؟ اسيدوزس برضه. يبقى احنا عرفنا ان استنتجنا علاقه الهيدروجين ايون بالبي اتش انها علاقه عكسيه. عكسيه ليه؟ استنتجنا الكلام ده منين؟ من الايكويشن اللي بتقول البي اتش يساوي لوج الواحد لوج الواحد ماينس لوج الاتش، يعني لوج الواحد على الاتش. فعرفنا ان دي العلاقه عكسيه، يعني معناه ان لما اجي اتكلم على اسيدوزس ده معناه ان الهيدروجين ايون بتكون فيه عاليه، يعني ده برضو معناه ان البي اتش هتكون ايه؟ هتكون قليله، صح كده؟ ولما اتكلم على الكالوزز ده معناه ان الهيدروجين ايون هتكون عامله ازاي يا شباب؟ هتكون قليله، يعني معناه ان البي اتش هتكون ايه؟ هتكون عاليه. عرفنا احنا امتى هنقول اسيدوزس والكالوزس؟ يبقى هنقول بالكونسنتريشن بتاع الهيدروجين ايون. كل ما هيزيد الكونسنتريشن بتاع الهيدروجين ايون هقول اسيدوزس، وده معناه ان البي اتش ايه؟ والله انا عارف ان البي اتش علاقتها عكسيه مع الهيدروجين ايون، فمعنى ان انا الاسيدوزس الهيدروجين ايون هيكون كتير، فطبيعي جدا البي اتش تقول لي اسيدوزس. ليه؟ عشان تفهم ان البي اتش القليله ان الهيدروجين ايون ايه؟ يعني في ايه؟ اسيدوزس. طيب ولما الاقي البي اتش عاليه افهم على طول اوتوماتيك ان الهيدروجين ايون ايه؟ قليل، وده يعني حال ايه؟ الكالوزس. طيب تعالوا ندي اكزامبل كده للاورجن اللي موجود في جسمنا، وان شاء الله انتوا اللي هتردوا عليا. زي ما عرفنا ان كل اورجان له درجه بي اتش معين، درجه البي اتش دي اللي بتضمن الفانكشن بتاعت الانزيم انه يشتغل بالاوبتيمم فانكشن بتاعته. طيب مثلا زي الاستومك، متخيلين البي اتش بتاعت الاستومك ايه؟ اسيدوزس ولا الكالوزس؟ حد ممكن يفتح المايك يرد عليا؟ يا شباب هو انا مش بكلم نفسي. طب انتوا مش سامعيني؟ انتوا مش سامعيني؟ طيب يا شباب لو مش سامعيني قولوا انكم مش سامعيني. انا ما بحبش محاضرات ان انا اتكلم والناس تسمع، لا انا بحب اشير مع الناس تتكلم. اتجرأ واتكلم وناقشني. انتوا 43 واحد في موجودين معايا يعني، وال 43 المفروض يعملوا شير معايا.
انا الصوت ما... انا الصوت الشات بتاعكم انا ما بشوفوش، فيفضل ان انتوا تكلموني، افتحوا المايك وكلموني. البيتش بتاع الاستومك اسيدك. تمام، ليه اسيدك؟ دكتور معايا؟ انت سامعاني طيب؟ عشان الاستومك بيفرز ال HCL. حضرتك سامعاني، حضرتك سامعاني الاول؟ ايوه سامع حضرتك. دكتوره مين معايا؟ دكتوره سمر. انا دكتوره سمر. حضرتك بتقولي البي اتش بتاع الاستومك اسيدك، ليه اسيدك؟ ليه اسيدك؟ عشان الاستومك بيفرز ال HCL منها. بالظبط زي ما قال الدكتوره سمر، البي اتش بتاعت الاستومك دي اسيدك. ليه؟ عشان الاستومك فيها البيبسين، فيها الجاستريك اسيد، فيها الهيدروكلوريك، كل ده اللي هو اتش سي ال، دي كلها اسيد. تعمل ايه؟ تعمل اسيدفيكيشن للاستومك، فتخلي الميديوم نفسها كلها ايه؟ اسيدك. قلنا يعني ايه بقى اسيدك؟ يعني البي اتش هتكون ايه يا دكتوره سمر في الاستومك؟ البي اتش قليله. هتكون البي اتش قليله والهيدروجين ايون هيكون كتير. طيب احنا قلنا يا دكتوره سمر احنا الاستومك اسيدك عشان فيها البيبسين والجاستريك اسيد والاتش سي ال. طيب من حكمه ربنا احنا لازم نعرف هو ده حصل ليه. هو احنا قلنا ان كل اورجان ليه درجه بي اتش، دي بتعمل ايه يا دكتوره سمر بالبي اتش ديت؟ مش دي اللي بتدي الاوبتيمم او الماكسيمم فانكشن بتاعت الانزيم اللي موجوده في الاورجان ده؟ ايوه. فبالظبط كده من الرول او الفانكشن بتاعت الاسيديك ميديوم الموجوده في الاستومك انها تعمل انديجستشن للفود، انها تقوم بعمليه هضم الاكل، صح؟ فدي يبقى يعني كده درجه البي اتش بتاعت الاستومك ربنا مش عاملها لي اسيديفيكيشن وخلاص، لا ده عامل لها اسيديفيكيشن عشان تقوم بهضم الاكل، دي حاجه كويسه. تاني حاجه من حكمه ربنا علينا بسبب الميوكوس ميمبرين، من حكمه ربنا علينا عرفنا ان احنا بناكل، واي اكل بناكله فيه ملايين الملايين المايكرو اورجانيزم اللي موجوده. معلومه طبعا كلنا عارفين ان اي مايكرو اورجانيزم صعب انها تعمل ادابتيشن لنفسها في الاسيديك ميديم، صح؟ ما تقدرش، اي مايكرو اورجانيزم ما تقدرش تعمل ادابتيشن للاسيديك ميديم، ما تقدرش تعيش في اسيديك ميديم، صح؟ فمن حكمه ربنا علينا ان البي اتش بتاعت الاستومك تبقى اقل من 4، تبقى اسيديك، عشان اي مايكرو اورجانيزم ينزل الاستومك في الاكل الاسيديفيكيشن دي تعمل ايه؟ تعمل ايراديكيشن للمايكرو اورجانيزم. ده من الديفنس ميكانيزم اللي موجود في جسمنا، الاسيديفيكيشن او الاسيديك ميديم اللي موجوده في الاستومك انها تعمل ايه؟ تعمل ايراديكيشن لاي مايكرو اورجانيزم، اي ميكروب هيدخل المعده العصاره المعديه والاسيد دوت يعمل ايه؟ ديستروي، مش هتقدر المايكرو اورجانيزم انها تتكيف مع الاسيديك ميديم. وده برضو يخليك تفكري تاني في حاجه زي ايه؟ زي اللي انت بتمشيهم على زنتاك انتوبرازول بي اي او اتش بلوكر وات ايفر انت ماشيه على كده ليه؟ وات ايفر الانديكيشن اللي انت مديها العيان العلاج ده اللي انت ماشيه عليه. بس تتخيلي كده ان العيان اللي هيبقى ماشي بيستخدم بيعمل كرونيك يوز للاتش بلوكر او البي بي اي البروتون بامب انهبيتور، متخيله السبتابيلتي للانفكشن في الاستومك عنده هتبقى اكتر طبعا. حد تاني دكتور سمر، يعني حد تاني تحت المايك انا مش فاهم حضرتك يا جماعه، انا بدردش يعني، انا بدردش معاكم. حد تاني يفتح ويقول لي، وانا لما يعني متخيلين العيان اللي انا بمشيه على البي بي اي او الاتش 2 بلوكر وات ايفر الانديكيشن اللي انا بستخدمه ليه، متخيل السبتابيلتي بتاعت الاستومك ان يحصل فيها انفكشن قد ايه؟ يا دكتورة سمر بس اللي معايا في الميتنج. دكتور مروان بيقطع خالص. صدق بيقطع؟ اه خالص. طيب دكتورة مين معايا؟ رنا. مين؟ دكتورة رنا. دكتورة رنا، دكتورة رنا ممكن ترد عليا بقى بالمره كده؟ احنا قلنا العيان اللي بيكون ماشي على بي بي اي او اتش 2 بلوكر وات ايفر الكوز اللي هو او الانديكيشن اللي هو واخده، بس هو ماشي على اتش 2 بلوكر او بي بي اي، متخيله السستابيلتي بتاعت الاستومك لاي انفكشن تبقى عامله ازاي في عيان زي ده؟
كتير ممكن يحصل له انفكشن بسهوله، لان الميديم ما بقتش اسيدك، ما بقتش اسيدك كفايه. ولا انا بفتي ولا ما بقتش اسيدك؟ صح. لا صح صح صح، انا عاوزكم تفكروا. لا مش هتفتوا انتوا، باقل حاجه الكريتيكال دايما باقل، ان توصلي باقل المعلومات، تفهمي بيزك صح، تعرفي تاخدي بيها قرار فعيان، وتفهمي بيها الجديد والابديتد. خلاص صح، زي ما انت بتقولي العيان ده هتكون البي اتش، اكيد انا هغير البي اتش بتاعت الاستومك، فاكيد هتفقد الاسيديك ميديم بتاعتها او هتتغير، فاكيد المايكرو اورجانيزم مش هيفشل ان يعمل ادابتيشن، بالعكس ده هيقدر يعمل ادابتيشن، لان الاديكيشن ميكانيزم او الديفنس ميكانيزم اللي موجود خلاص حصل له لوس، انا ضيعته بالاتش تو بلوكر والبي بي اي، فالسستابيليتي للانفكشن هتكون ايه؟ تكون عاليه قوي. طيب حد تاني يقول لي مثلا لما اجي اشوف البي اتش في الانتستين، متخيلين ان الاقي البي اتش بتاعت الانتستين؟ حد تاني كده يقول الكلاين ليه الكلاين دكتور؟ ليه الكلاين دكتور؟ مش عارفه بصراحه، بس هو عشان مفيش فيها اتش اس ال. ماشي، بس فيها بايكارب، عشان فيها بايكارب وعشان تقوم بالنورمال فانكشن بتاعتها، ان هي تعمل فيرمنتيشن للستول، عشان تعمل فيرمنتيشن للستول فلازم الميديوم تكون ايه؟ تكون الكلاين، الكلاين ميديوم، عشان فيها البايكارب في الانتست. طيب زي ما عرفنا كده، قلنا كده على السريع تو اورجان واحد اسيديك وبيناسبه ويناسبه الفانكشن بتاعته، وهو ده الاوبتيمم فانكشن بتاع الانزيم بتحصل فيه، واورجان تاني زي الانتستين في الكلاين وبتناسب الفانكشن بتاعته، سبحان الله، ودي من حكمه ربنا علينا. طب البلاد بقى، البلاد لما اجي اتكلم على البلاد متخيل تلاقوه ايه؟ لما اجي اتكلم على البلاد متخيل البي اتش بتاعت البلاد هتكون ايه؟ اسيدك، الكلاين، نيوترال، جاوب يعني اي حد يفهم منكم. اكيد البلاد هيكون نيوترال صح، ولا هو اسيدك ولا هو الكلاين. في ناس ثاني كان لها تفسير بسيط في البلاد ويقول لك هو سلايتلي اسيدك، يعني حاجه بسيطه كده اسيدك، حاجه بسيطه، بس يقول لك لا هو نيوترال. وكان في كذا ثيوريز بتوضح ديت، ومن ضمنهم حاجه اسمها السترونج ايون ديفرنس، السترونج ايون ديفرنس اللي كانت بتوضح تفسير الاسيدوزز والالكالوزز بالكاتاين والانايون. ايه موضوع الاسيدوز والالكالوز بالكاتاين والانايون؟ كانت بتقول ان انا لما بلعب في الشحنات الموجبه او السالبه كده انا بقدر اوصل بلعب في درجه البي اتش بتاعه الحاجه ديت. فمعنى ان اقول ان البلاد نيوترال، يعني اقول ان البلاد ولا يحمل شحنات موجبه ولا سالبه، يعني ولا هو تغلب الكاتاين على الانايون ولا الانايون على الكاتاين، لا دول الاثنين قد بعض، الكاتاين قد الانايون، البلاد نيوترال بالنسبه للالكتريسيتي. وهي دي اللي كان تفسير من ضمن التفسيرات اللي هتوضح ان البي اتش بتاعت البلاد ايه؟ نيوترال، عن طريق سيورس اللي هي السترونج ايون ديفرنس. فالبلاد المفروض هيكون نيوترال. في كام درجه البي اتش بتاعت البلاد؟ 7.35 ل 7.45. ودي اول حاجه انا هشوفها في الارتيريال بلاد جاز، ان انا اشوف ايه؟ انك تطمن على البي اتش بتاعه البلاد انها نيوترال، ان البلاد ولا هو اسيدوزز ولا هو ايه، ولا هو الكالوزز. طيب من الارقام اللي احنا كاتبينها كده، يبقى معنى كده ان انا طبعا ال 0.1 يفرق معايا. ال 0.1 يفرق معايا، يفرق، الموضوع سنسيتيف قوي. طيب هنا لما الاقي بقى ابص كده على البيوبسي بتاع العيان وابص على البي اتش، اللي هي اقل من 7.35، متخيل العيان ده يكون البلاد بتاعه ايه؟ اسيدوزز ولا الكالوزز؟ حد كده يفتح المايك يرد عليا. اسيدوزز. يبقى البي اتش لما هتكون اقل، يعني الهيدروجين اين هيبقى عالي، فدي معناها ان هيحصل ايه؟ يكون البلاد فيه اسيدوزز. طيب لما الاقي البلاد فوق ال 7.45 هيكون ايه؟ بالبديهي ان هيكون الكالوزز. طيب انا يفرق معايا الاسيدوزز او الكالوزز اللي هلاقيها؟ لا، ما يفرقش معايا ولا الاسيدوز ولا الكالوز، ولازم بقى تتعلموا الحته دي. يعني ايه ما يفرقش معاك؟ يعني والله انا لما اقيم البلاد بالبي اتش عشان انا اطمن عليه ان هو نيوترال، ان البي اتش بتاعته نيوترال. طب ما لقيتوش نيوترال، ده هيخليك تعمل استيميشن لايه الديس اوردر اللي حصل في العيان. بمعنى ايه؟ بمعنى لما الاقي البي اتش بتاعت البلاد اسيدوتيك، يعني حصل اسيدوزز، افهم
ان في ديس اوردر حصل في جسم العيان نتج منه اسيد او كان تسبب في انه يحصل اسيدوزس، صح؟ فابدا كل تفكيري يروح ان انا ايه لكل الديس اوردر اللي ممكن تعمل ايه لتعمل اسيدوزس. ولما الاقي عيان اسحب له الاي بي جي بتاعه وبص على البي اتش ليه اكتر من 7.45، فهقول ده العيان ده عنده ايه، ده الكالوزس. فلازم يبقى كل تفكيري هيتجه لايه الديس اوردر ولا ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في العيان دي تخلي البلاد ايه ينتج، اللي هو ينتج منها الكالي او تزود في البايكارب فتعمل لي ايه، تعمل لي الكالوزس. فالموضوع كله ايه، كله استيميشن لايه الديس اوردر. لكن ما يهمنيش الاسيدوزس كاسيدوزس ولا الالكالوزس كالكالوزس. ولما بنيجي نعالجهم بنعمل ايه، بنفهم ايه الديس اوردر اللي حصل ونعمل ايه تريت ذا كوز. دكتور انا بس اقطع تاني معلش، ايه بس اقطع تاني معلش، ممكن نعيد الحته دي تاني لان الصوت كان بيقطع من اول. ايه طيب يا دكتور الصوت بيقطع، هو دلوقتي بيقطع برضه؟ لا دلوقتي تمام تمام. احنا وصلنا ان احنا فوق ال 7.45 ده الكالوزز، وان احنا حته بقى البايكارب والصوت كان بيروح ويجي بقى. طيب تمام تمام. احنا بنطمن يا شباب، احنا بنطمن على البلاط في ايه، ان احنا لما هنلاقيها اسيدوزز هنعرف ندور نعمل استيميشن لايه الاسباب، ايه الاسباب اللي ممكن تحصل في العيان، او ايه الديس اوردر اللي ممكن يحصل العيان اسيد، والاسيد دي نزلت في البلد وعامل تطور تفكيري، اتجاه تفكيري كله اتجاه مع العيان لايه المشكله اللي حصلت اللي ممكن تخلي ينتج منها الكلي او ممكن تزود بيكارب فتعمل تخلي البلد ايه الكالوزس. فانا كل الموضوع ان انا بتجه بتفكيري ان انا اوصل للديس اوردر، لكن انا ما بيهمنيش الاسيدوز كاسيدوزس او الكالوزس كالكالوزس. ودايما علاجي فيها كايه تريت ذا كوز، عالج السبب، اعمل استيميشن، اعرف ايه الديس اوردر اللي حصل للعيان، عالجه خلاص اتعالج العيان. يعني لو حصل مشكله زي الدايبيتيك كيتو اسيدوزس دي كي ايه، عالج الدي كي ايه ديت، اول ما تعالج الدي كي ايه البلاد مش هيكون اسيدوزس، خلاص هيتصلح. يعني معنى كده دكتور مروان عايز تقول لي ان انت مش هيفرق معاك الاسيدوز ولا الكالوزس؟ اقول لك لا، مش هيفرق معايا الا في حاله واحده، وتحط تحت الكلام ده كذا خط. ايه الحاله الواحده؟ لما يكون سيفير اسيدوزز او سيفير الكالوزز. هنا بقى الموضوع مش موضوع ان انا هعرف ايه اللي حصل وعالجه، لا، ده الاسيدوزز اللي حصلت دي في حد ذاتها لازم اعالجها، او الكالوزز دي في حد ذاتها لازم اعالجها بجانب برضو ان انا هصلح الكوز. طب ايه امتى اقول على عيان ده سيفير اسيدوتك وامتى سيفير الكالوزز؟ دي هنعرفها في كل توبك لوحده، امتى الميتابوليك اسيدوزز تكون سيفير وامتى الكالوزس تكون سيفير، ولو هي مش سيفير هفكر ازاي، ولو هي سيفير هفكر وهعالج ازاي. يبقى كل اللي عارفه ان لو الحاله مش سيفير انا ولا من السبب اللي عامل. السلام عليكم دكتور مروان، حضرتك سامعني؟ السلام عليكم دكتور مروان. دكتور مروان حضرتك سامعني؟ يا دكتور مروان السلام عليكم. وكمان اتعامل مع اسيدوز ازاي الكلام ليه دكتور مروان؟ لما يكون بقى زي ما قلنا احنا لما بنغير الفانكشن بتاعته. دكتور مروان حضرتك سامعني؟ ايوه سامع حضرتك، اتفضل. اي يا دكتور، الصوت بقاله دقيقتين بيقطع. أنا جدا سامع حضرتك. انت مش سامعني؟ انا سامع حضرتك. طيب تمام، الصوت بيقطع جدا، فاعتقد ان ده احنا هنحتاج ان احنا نعيد بس الجزء اللي فات ده كده مش هيطلع في التسجيل. يعني انهي جزء ناول ايه؟ طيب يعني ناول ايه بالظبط؟ هو الصوت بيقطع بعد ما خلصنا بعد ما قلنا هو مبدئيا سكان الشبكه كده بايظه، فدكتوره ساره انا ممكن ابعت لها ريكورد بتسجل لمحاضره من الحاجات البرايفت بتاعتي تنزلها لكم عشان يكون فيها الصوت كويس، لو في مشكله في الريكورد ده يعني ما تقلقوش. بس المهم ان انتم اللي حاضرين يبقوا فاهمين معايا من اول انهي جزء اللي بدا ان انتم ما فهمتوهوش. الصوت لسه بيقطع برضه؟
آخر جزء دكتور مروان مع حضرتك. أيوة من معاك. بعد ما قلنا احنا هتفرق معانا لو سيفير اسيدوزز او سيفير الكالوزز، بعد كده احنا ما فيش بقى خالص. تمام. طيب يبقى احنا اتفقنا ان هو لو مش سيفير مش ههتم بالاسيدوزز او الكالوزز، ههتم بالسبب اللي عامله. يعني دي نظام استيميشن، بتشوف ايه اللي حصل عمل كده، تستنتج منها، تستنتج ايه الديس اوردر وتعمل الديس اوردر. طب لو سيفير، لا لو سيفير بقى ايه، هتعامل معاه وهتعامل برضه مع السبب، بس هتعامل مع الاسيدوزز، هقف عند الاسيدوزز او الكالوزز وهتعامل معاه. طيب ليه هتعامل معاها؟ عشان زي ما احنا قلنا ان كل اورجان ليه بي اتش بيضمن الاوبتيمم فانكشن بتاعته بتاعت الانزيم اللي فيه وبيؤدي الفانكشن بتاعته. طب انا لما اغيرها واغيرها بطريقه جذريه، اغيرها قوي، مش ده هياثر بالاوبتيمم فانكشن بتاعت البلاد؟ طب هتاثر في ايه؟ تاثر مثلا زي الدليفري. انت متخيل على الدليفري بتاعت الاكسجين، لما غيرت البي اتش بتاعته هو متعود البلاد يوصل الاكسجين كدليفري ككارير، الار بي سيز هتشتغل ككارير محمله بالاكسجين اللي بتوديها للاورجان في بي اتش من 7.35 ل 7.45. لما يحصل سيفير اسيدوز ممكن يوصل الدليفري يعمل لي ايه؟ يعمل لي هايبوكس، يعني ما يوصليش اكسجين. طب ممكن يعمل ايه تاني؟ ده ممكن يلعب لي في الالكترولايت، يعمل لي الكترولايت ديستربنس. مش احنا اتفقنا ان الاسيدوز والكالوزز دي بيفسرها الكتريستي، يعني معنى ان هو طول ما هو نيوترال يعني ما فيش كاتاين ولا انايون. طب لما نلعب فيها يعني انا كده بلعب في الكاتاين والانايون، يعني انا بعمل ايه؟ انا بعمل الكترولايت ديستربنس. ومين الاسيدوزز يعمل لي ايه في الالكترولايت؟ يزود لي الالكترولايت، يعمل لي هايبر، يعني تلاقي العيان الاسيدوزز يحصل له هايبر كاليميا. يعني اما العيان الكالوزز تلاقي دايما الالكترولايت اتجاه ان يبقى في البلد اللي هيحصلها انها تقل، فيكون معاه الهايبوكاليميا وغيره. طيب يعمل حاجه تاني؟ من ضمن الحاجات اللي يعملها لو الاسيدوزز تعمل كوما، وممكن تعمل هايبوتنشن، يعني هيأثر كمان على البلاد بريشر بتاع البلاد. والله يأثر على البلاد بريشر بتاع البلاد ويخليه هايبوتنسيف، لدرجة ان انت ممكن تشوف في عيان الشورت اللي جاي لك البلاد بريشر بتاعه واقع، من ضمن ان انت تشك فيه لو بصيت على البي اتش وما لقيتوش نيوترال، لقيته سيفير اسيدوز او الكالوزيس، تتخيل ان السبب هيكون ايه؟ السيفير اسيدوز هي اللي موقعاه. حاجه ثاني طبعا في الالكالوزيس اللي مؤثره فيها، الحاجه السيجنيفيكانت بتظهر معاها في الالكالوزيس لما البي اتش بتاعت البلط تتغير توبتك، بيكون بيظهر فيتس او سيجورز، ولكن مع الاسيدوزز يحصل ديستربت كونشس ليفل اب تو كوما. فتعالوا كده نشوف كده الحاجات في السيفير اسيديميا. مثلا ادي السيفير اسيديميا، زي ما قلنا الدليفري نفسه هيقل، الهارت نفسه البامبنج بتاعت الهارت نفسه هتقل، فهيعطل الكارديك اوتبوت هتقل، ممكن يحصل بريفرال اسكيميا زي ما احنا شايفين. احنا بنتكلم كده على السيفير اسيدوز، هو هنتكلم عليها لوحدها. بيحصل بالمونري فاسكولار ريزيستنس، بيحصل هايبوتنشن، الهايبوتنشن مع الاثنين مع الاسيدوز او مع الالكالوزز. طيب طبعا ريسك للاريزميا، ان يحصل اريزميا، لان احنا زي ما احنا عارفين القلب فيه الكتريستي بيقوم عن طريق الكوندكشن، والكوندكشن ده المفروض حاجات ايه، فرق الكاتايون، فرق اللي هي الشانل بامب، فرق الكتريستي هي اللي بتعمل، هي اللي بتحافظ على الهارت انه يفضل بالريزم بتاعه. فطبيعي لما يحصل اسيدوزز او الالكالوزز تعمل برضو اريزميا، ده هيكون ريسك فاكتور لانه يحصل ايه، اريزميا. طيب طبعا ممكن يحصل ستيبل كونشس ليفل اب تو كوما، ممكن يحصل ديكريز للريسبونس للكاتكولامين، هيزيد ديماند الميتابوليك ديماند يزيد، يحصل انسولين ريزيستنس، وده اللي بيفسر عين الدايبيتك، خاصة لما يبدأ يحصل له أسيدوزيس تلاقي دايما يخش في إيه؟ في هايبر جلايسيميا، والعكس وبرضه هايبر جلايسيميا تدخله في أسيدوزيس. طيب يقل الـ ATP سنسز، يحصل طبعا هايبر كاليميا، هايبر فنتيليشن، فتيج أو ديزنيا، يزيد البروتين بريك داون، تكسير البروتين يبدأ يزيد. ده كله منين؟ من السيفير أسيدوزيس. دي كلها مشاكل هتظهر لي على العيان لما يكون عنده ايه، سيفير اسيدوزيس. دايما ميزهم كده بكام حاجه عشان برضو لو يعني دايما بعلم ازاي تشتغل، وبرضو الناس اللي حابه تخش بورد كريتيكال فممكن تتسال في السؤال ده، ركز في كام حاجه كده. الهايبوتنشن في الاثنين، يعني زي ايه الهايبوتنشن في الاثنين، الريسك، لكن مين اللي بيبقى هايبو؟ الالكالوزيس. تعالوا نشوف كده الكاليميا، سيفير الكاليميا ممكن تعمل ايه؟ يعني ممكن لما اغير البي اتش بتاعت البلد واخليه الكالوزيس، الفانكشن تتاثر قد ايه؟ يا جماعه الصوت انتوا سامعيني ولا بيقطع؟
صوت كده سامعيني كويس ولا بيقطع؟ بيقطع برضو؟ هو الصوت كان بيقطع من بدري طيب ولا من أول إيه؟ لا يا دكتور ممكن تكمل عادي. يعني اتسمع الرسالة وصلت اللي كنت عاوز أقوله وصل لكم؟ أيوه. طيب دلوقتي بيقطع ولا كويس؟ لا كويس يا دكتور. طيب هنتكلم على الكاليميا السيفير. الكاليميا تعمل إيه؟ لما أغير البي اتش بتاعت البلد وخليها الكالوز، هخليه الكاليميا سيفير الكاليميا، يعني البي اتش بتاعت البلد تبقى اكتر من 55 وطالع، ايه اللي ممكن يحصل؟ هايبوتنشن برضه زي ما اتعودنا، قلنا خلاص لو اتزنقت في الاسدوز او الكالوزز دايما بتعمل هايبوتنشن. طيب ايه تاني؟ برضه الاريزميا نفس الموضوع، بس المميزه فيها هي الايه؟ السيجرز. السيجرز مميزه للكالوزز زي ما الديستربت كونشس ليفل والكوما مميزه لمين؟ مميزه للاسيدوزز. هناك كان هايبركاليميا، هنا قلنا في الالكالوزس برضه هتعمل الكترولايت ديستربنس، بس اتجاه الديستربنس ان يعمل ان الكترولايت بتقل، فدايما هتلاقي كل حاجه هايبو، زي هايبوكاليميا الهايبوفوسفاتيميا هايبوكالسيميا مع تيتاني طبعا. طبعا هيحصل هايبو فنتيليشن، والموضوع الهايبو فنتيليشن والهايبر فنتيليشن ده هنفهمه بتوضيح اكتر من كده. طيب يبقى احنا المعلومه اللي عاوزكم تطلعوا منها ان الاسيدوزز العاديه او الالكالوزز ما بتهمنيش، انا بتعامل بدي كل قصه ان توجه تفكيري ان افهم ايه الديس اوردر اللي حصل في العيان عشان كده نتج عنه اسيد او الكالي وابدا ابدا احله. طيب امتى هتعامل مع الاسيدوز كالكالوزز او الالكالوزز كالكالوزز؟ لما تكون سيفير. لا في السيفير لا، انا هتعامل معاها بلس هتعامل مع الكوز. طيب هتتعامل معاها ليه؟ ان لما بتتغير قوي الفانكشن بتاعت البلاد بيتغير، فيحصل لي كومبليكيشن هتظهر على العيان. الكومبليكيشن الناتجه دي ناتجه منين؟ لا دي هتنتج من الاسيدوزز كاسيدوزز. يعني من الاخر كده وبالبلدي الاسيدوزز والالكالوزز بنتعامل معاها لما تبقى هاديه كنتيجه، كنتيجه من حاجه، هي مش عامله حاجه بس هي نتيجه من ديس اوردر. فانا عاوز اعرف ايه اللي عملها واتعامل معاها. اما اللي تكون عرض. اما الو ايوه يا دكتور يعني عرض وليس مرض، حضرتك قصدك كده؟ قصدي ان هي كعرض ناتج من الديس اوردر اللي حصل، لكن مش هيعمل لي حاجه. لكن لما تكون سيفير لا، ده هي هتعمل، ده هتكون كوز، هي بقى نفسها هتبقى كوز لحاجه تانية، هتبقى كوز لحاجه تانية، تبقى كوز لايه؟ لكل المشاكل اللي هتحصل في السيفير اسيدميا او السيفير الكالينيا اللي لسه قايلين عليهم من شويه، اللي هم ايه؟ اللي هي تعمل لي هايبوتنشن، تعمل لي الكترولايت ديستربنس، صح، تعمل لي ريسك للاريزميا. كل دي ايه؟ حاجات هتنتج من الاسيدوز او من الكالوزس. فانا لازم اهتم بمين؟ بالاسيدوز والكالوزس وابدا اهديها، بجانب ان انا برضو اتعامل مع ايه؟ مع السبب. لغايه النقطه دي حد عنده اسئله في اي جزء من اللي انا شرحته؟ وطمنوني على الصوت، اتحسن ولا لسه بيقطع؟ لا تمام. اتفضلي يا دكتوره معاكي. طب هو ممكن يكون مثلا اسيدوسيس نسبه قليله، بس هو عشان الجسم عامل لها كومبنسيشن وعامل بص استنى مفيش حاجه اسمها كومبنسيشن في الاسيد بيز ديس اوردر. ما تقوليش كلمه كومبنسيشن، وده هشرحه برضو دلوقتي بالتفصيل، مفيش حاجه اسمها كومبنسيشن. ايوه خلاص ماشي تمام. في حاجه اسمها ريسبونس، في حاجه اسمها ريسبونس. انا عارف انتوا بتقروا ازاي، وعارف ايه المصطلحات اللي عندكم، وعارف نظريتكم الاي بي جي، انا عارفها. جاي النهارده انا عشان اغير لكم تفكيركم في الحاجات دي. تمام خلاص ماشي. طيب ماشي، فخلاص عرفنا يعني كل المسج اللي عاوز اوصله لك. يا رب في غايه النقطه دي تكون وصلت. لو حد عنده مشكله في حاجه يقول، وانا ممكن اعيد مره واثنين وثلاثه، ما عنديش اي مشكله. اي حد عشان هنبدا في صفحه جديده، نتكلم في حاجه جديده دلوقتي في نفس الموضوع، بس يعني عاوز اطمن على اللي فات. خلاص طيب هنا خلاص اتفقنا ان البي اتش بتاعت البلد ده لازم يبقى نيوترال، وده التارجت بتاعي اللي انا هشتغل عليه على البيشنت انه يرجع نيوترال. ولو كانت الاسيدوز او الكالوز دي حاجه هاديه اشوف ايه السبب واعالجه، هيرجع على طول لوحده للايه؟ للنورمال. اما لو كان الاسيدوز والكالوز دي حاجه جامده، دي سيفير، يبقى لازم اشوف ايه اللي عامل كده واتعامل معاه، بلس اتعامل مع الاسيدوز والكالوز وما اسيبهاش. ليه ما اسيبهاش؟ عشان هي هتعمل لي مصايب ثانيه زي ما اتكلمنا عليها. طيب هنا بقى احنا خلاص اتفقنا ان البي اتش لازم تبقى نيوترال، صح؟ طيب مين اللي بيحافظ على البي اتش دي انها تفضل نيوترال؟ يعني ربنا اكيد خالق لنا
حاجات عشان نفضل عايشين طول حياتنا طول ما الدنيا ماشيه كويسه وصحه ومفيش اي مشاكل، على طول البي اتش نيوترال، على طول نيوترال، شوف الصبح نيوترال بالليل نيوترال، على طول نيوترال. اكيد محل لنا حاجه تحافظ، في جيش اكيد موجود بيحافظ على البي اتش بتاعت البلد انه يفضل نيوترال. مين هم؟ والله عندنا تو اورجان في الجسم بيحافظوا على البي اتش بتاعت البلد انها تفضل نيوترال. مين هم التو اورجان دول؟ اللنج، ومين تاني؟ والكيدني. دول تو اورجان موجودين في جسمنا بيقوموا باسنشال فانكشن لكل واحده فيهم، بس من ضمن الفانكشن بتاعتهم ان تعمل ايه؟ انهم يحافظوا على البي اتش بتاعت البلد انها تفضل نورمال. مين هم اللنج والكيدني؟ طيب نمسك اللنج. يا لنج انت بتحافظي ازاي على البي اتش بتاعت البلد؟ تقدر يعني تقدر تتحكمي في البي اتش؟ تقدر تتحكمي في درجه الاسيدوز والالكالوزيس؟ اقدر. عن طريق ايه؟ قال لك انا اقدر اتحكم فيها عن طريق الكربون دايوكسيد بتاعي. عن طريق ايه؟ الكربون دايوكسيد بتاعي. ازاي؟ والله الكربون دايوكسيد ده ليه بريشر، فانا لما بغير في الكربون دايوكسيد اكيد لما هيتغير الكربون دايوكسيد لما يزيد البريشر بتاعه يعمل ايه؟ اكيد هيزيد. ولما يقل البريشر بتاعه ايه؟ يقل. فمعنى ان انا اقيس البريشر بتاع الكربون دايوكسيد كده انا اقدر اقيم الكربون دايوكسيد هو كتير ولا قليل. طيب الكيدني تقدر تاثري لي على الاسيد بيز على البي اتش بتاعت البلد؟ انا الفانكشن بتاعتي ان انا افضل محافظه عليه. بتحافظ عليها عن طريق ايه؟ والله انا اقدر اتحكم في حاجه في البايكارب وهو اللي بيقدر يتحكم في البي اتش. طيب والله يا لانج انت بتتحكمي في الكربون دايوكسيد بريشر، يعني انت من عن طريقه بتتحكمي في البي اتش بتاعت البلد؟ بتحكم فيه ازاي؟ قال والله انا كلانج بفضل محافظه على الكربون دايوكسيد بريشر ان يفضل في النورمال ريشيو بتاعته اللي هو كام؟ فاكرين البي اتش بتاعت البلد قلتوا عليها كام؟ مش 7.35 7.45 7.35 ل 7.45. خد الرقم الديسيمال اللي بعد العلامه عشان لو انت بتنسى، يعني انت دايما كنت بتقول ان البي اتش سيفن بوينت سيرتي فايف لي سيفن بوينت فورتي فايف. خد الرقم الديسيمال كده وهو ده الكربون دايوكسيد اللي هو كام؟ من سيرتي فايف لي فورتي فايف. الريفرنس يعني الحاجات الاكوريت تقول لك ايه؟ لا ما تاخدش كمان ده، لا يضيق شويه، يضيق لك الريش شويه، فيخليها لك من جواه. من جواه اللي هي من كام؟ اللي هي من 36 ل 44 وده اللي مور اكوريت. فانت لو شفت الريفرنس 35 ل 45 صح، شفت 36 ل 44 يعني ضيقت الخناق شويه، نزلت واحد من هنا وواحد من هنا برضو صح. فطول ما اللنج محافظ على الكربون دايوكسيد بريشر انه يفضل جوه الريشيو ديت كده، معناه ان بيقوم بالنورمال فانكشن بتاعته، فالشيرنج بتاعه في البي اتش بتاع البلد انه يفضل كده عامله اللي عليها في البي اتش بتاع البلد يفضل ايه؟ نيوترال. الكيدني والله انا بتحكم في البايكارب، فطول ما انا محافظ على البايكارب ان بالنورمال فاليو بتاعه البي اتش بتاعت البلد تفضل بايه؟ بنورمال فاليو. طب كام النورمال فاليو بتاعت البايكارب؟ من 22 ل 26. دول التو اورجان اللي بيحافظوا لي على مين؟ على البي اتش بتاعت البلد. طب هنا مش نقدر نعمل استيميشن في من التشينج اللي بيحصل في البلد ازاي؟ يعني مثلا لما ابص الاقي البي اتش بتاعت البلد اتحركت، لا مش مظبوطه. مش ده معناه ان في اورجان من الاثنين دول فاقد الفانكشن بتاعته او مش قادر يقوم بالمهام بتاعته؟ يعني في ديفكت؟ ان هو لو كان نورمال، لو كان سليم، ما كانتش البي اتش بتاعت البلد اتغيرت. هما الاثنين دول الاثنين المتحكمين في البلد، في البي اتش بتاعت البلد. فمعنى ان الاقي البي اتش اتغيرت سواء اسيدوز او الكلوز ده بسميه ان حصل ايه؟ ان حصل اسيد بيس ديس اوردر. فمعنى ان نقول ان حصل في البلد اسيد بيس ديس اوردر ده معناه اوتوماتيك كده ان في خلل حصل، لا اما في لانج لا اما في كيدني. موضوع الكيدني ده مش يعني مش هتكلم بقى في الكيدني نيم ككيدني، لا الكيدني ده بترمز للميتابوليزم، يعني ممكن تكون مشكله في الميتابوليزم عامه اللي في الجسم. فمعنى كده انه حصل ايه؟ حصل مشكله في الميتابوليزم بتاعت الجسم. طب هنا لو المشكله اللي حصلت سببها كانت اللنج، اكيد الكربون دايوكسيد بريشر مش هلاقيه ايه؟ مش هلاقيه مظبوط، هلاقيه متغير.
فساعتها اعرف ان المشكله اللي غيرت في البي اتش بتاعت البلد هي مين، هي اللانج. وهنا هسمي الاسيد بيز ديس اوردر، هسميه ايه؟ هسميه ريسبيراتوري اسيد بيز ديس اوردر. يبقى لما اقول لك ريسبيراتوري اسيد بيز ديس اوردر، ده معناه ان انا هتكلم على ريسبيراتوري اسيدوزز او ريسبيراتوري الكالوزز. ده تفهم منها ان اللانج حصل فيها مشكله فما قدرتش تحافظ على الاوبتيمم كاربون دايوكسيد بريشر اللي هو من 36 لل 44. فالتغيير ده يعمل ايه؟ خلاص فقد الفانكشن ان هي بتعمل منتين البي اتش بتاعت البلاط، فالبي اتش بتاع البلاط على طول هو كمان ايه؟ يتغير. وهنا هسمي الديس اوردر ايه؟ ريسبيراتوري. فتبدا تفكر ان انت تعالج العيان من المشكله اللي في اللنج عنده، فاول ما تتصلح المشكله اللي في اللنج ترجع اللنج للاوبتيمم فانكشن بتاعتها، وترجع البي اتش بتاعت البلاط لايه؟ للنورمال فاليو بتاعتها. طب لو المشكله في كدني او في الميتابوليزم عامه، حصل حاله مشكله في الميتابوليزم، حصل ديس اوردر في الميتابوليزم، نتج منه اسيد، نتج منه الكالي، حصل مشكله، هنا هسمي المشكله دي ايه؟ هتبنى عن طريق البايكار، ونتكلم الموضوع ده بالتفصيل. وهنا هنسمي المشكله ايه؟ ميتابوليك ديس اوردر، ميتابوليك اسيد بيز ديس اوردر، وسواء الميتابوليك اسيدوزيس او الميتابوليك الكالوزيس. طيب دايما بنتلخبط. يبقى احنا عرفنا لو المشكله في كربون دايوكسيد بريشر، ودي تاني حاجه هشوفها من الاي بي جي، اتعودنا ان انا بصيتي في الاي بي جي في غازات الدم على ثلاث حاجات: بي اتش بتاعت البلد ان نطمن عليه ان يفضل نيوترال، يفضل من 7.35 7.45، نظرتي للكربون دايوكسيد بريشر عشان اقيم بيها اللنج، اقيم بيها الريسبيراتوري فانكشن ان يفضل من 36 ل 44، تقييمي للميتابوليزم او الميتابوليك اللي بيحصل في الجسم او الكدني عن طريق البايكارب، انه يفضل البايكارب نورمال من 22 ل 26 22 ل 26. طيب لو نتج المشكله في اللنج بتبقى اسمها ريسبيراتوري، لو المشكله في الكدني او في الميتابوليزم بسميها ايه؟ ميتابوليك. طيب امتى اقول بقى فسر لنا بقى الكلام ده؟ ما الريسبيراتوري اكيد هيعمل، ممكن يغير لي يخلي لي البي اتش اسيدوزيس فسميها ريسبيراتوري اسيدوزيس، ولو خلى البي اتش بتاعت البلاد الكالوزيس هسميها ريسبيراتوري الكالوزيس، ولو الكيدني غيرت في البي اي اللي كانت سبب في البي اتش انها تبقى اسيدوزيس بسميها ميتابوليك اسيدوزيس، ولو الكيدني هو اللي خلى البي اتش بتاعت البلاد الكالوزيس بسميها ايه؟ ميتابوليك الكالوزيس. دايما بنتلخبط مين يزيد مين يقل، تعالوا نعرفها او نفهمها بطريقه كويسه عشان ما ننساهاش خالص او ما نتلخبطش فيها. مبدئيا بس انا عاوز اطمن الصوت بيقطع لسه ولا كويس دلوقتي؟ لا تمام، ما بيقطعش صح؟ لا لا كويس. طيب اتفقنا ان اللنج هتحافظ على الكربون دايوكسيد بريشر ان يفضل في النورمال بتاعه من 2. انا دلوقتي كده عندي مشكلتين في الكربون دايوكسيد صح؟ ما حاجه من اتنين هيحصل فيه، ما لهمش تالت، لا اما هيزيد لا اما ايه؟ هيقل، ما فيهاش تالت صح؟ لا اما هيزيد لا اما ايه؟ هيقل. وعندي مشكله الكيدني او الميتابوليزم عامه، كدني والله هي طول ما هي عامله نورمال فانكشن فهتفضل محافظه على البايكارب يفضل من 22 ل 26. وهنا برضو المشكله هتكون في حاجتين، لا اما البايكارب هيزيد زي ما زاد الكربون دايوكسيد، لا اما ايه؟ هيقل. احنا بنتلخبط هنا، تعالوا نتفق مع بعض اتفاق، احنا هنثبت واحده، هنثبت حاجه واحده بس هي اللي هنحفظها، والباقي كله هيبقى عكسه، الباقي كله يبقى ايه؟ يبقى عكسه. تعالوا مثلا نثبت في دماغنا ان الكربون دايوكسيد
لما بيزيد يعمل اسيدوزس، يعني سورس الاسيد كربون دايكسيد وكربون دايكسيد وكربون دايكسيد يعمل لي كربونيك اسيد كتير، ودي اسيد يعني اسيدوزس. يبقى معنى كده ان انا لما هبص على الكربون دايكسيد بريشر ولا ايه زياده، يعني ازيد من ال 45 عادي اكتر من ال 45، هنا هنسمي الاول الاسيد بيس ديس اوردر هنا نوع هسميه ريسبيراتوري ولا ميتابوليك؟ اكيد هسميه ريسبيراتوري. طيب اللي حاصل ريسبيراتوري هنا هتبقى اسيدوز والكلوز، احنا اتفقنا ان احنا لما هتزيد الكربون دايكسيد يعمل ريسبيراتوري اسيدوزز، وهو ده الحاجه الوحيده اللي قلت لكم ايه احفظوها، ان الكربون دايكسيد لما يزيد يعمل ريسبيراتوري اسيدوز. وهنفهم احنا هنفهم ليه، بس انا بعرفك وهفهمك ليه. طيب يبقى بالبديهي كل اللي جاي بقى عكسه. ازاي عكسه؟ والله بما ان الكربون دايكسيد انت مثبته يزيد يبقى ريسبيراتوري اسيدوزس يبقى يقل. خلاص بالبديهي جدا لما يقل هتبقى الكيس ايه ريسبيراتوري ايه الكالوس، صح كده؟ طيب البيكارب برضو احكس. ازاي احكس؟ هو انا لما الكربون دايكسيد يزيد حصل ايه؟ حصل اسيدوزس. هنا البيكارب لما يزيد يبقى ايه عكسه، فهنا هسميها ايه؟ لما بتكلم في بيكارب يبقى اسميها ايه؟ ميتابوليك. وهنا هيكون ايه؟ والله انت قلت هنا اسيدوزس يبقى هنا هتقول ايه الكالوزس. يبقى البيكارب لما يزيد عن 26 هنا تبقى الحاله ايه؟ دي ميتابوليك الكالوزس. ولما يقل بالبديهي لما زاد كانت ميتابوليك الكالوزس، يبقى لما يقل يبقى ايه ميتابوليك اسيدوز. اظن الطريقه دي سهل جدا انها تحفظك وما تتلخبطش فيهم ابدا. يبقى احنا ثبتنا واحده، ثبتنا الكربون دايكسيد واتفقنا على بيزك عندنا. لو المشكله في كربون دايكسيد يبقى المشكله اللي هتندب اسمها ايه؟ هتبقى ريسبيراتوري. لو المشكله في بايكارب يبقى مشكلتي ميتابوليك. ثبتنا الكربون دايكسيد لما يزيد انه يعمل لي اسيدوزس فاسمه ريسبيراتوري اسيدوزس. فالبديهي جدا ان الكربون دايكسيد بريشر لما يقل هيبقى اسمها ايه؟ اكيد مش هتبقى ريسبيراتوري اسيدوزس هي كمان، فهتبقى ريسبيراتوري الكالوزس. طيب البيكارب، والله الكربون دايكسيد لما زاد كان بيعمل اسيدوزس، البيكارب لما يزيد عكسه فيعمل ايه؟ يعمل ميتابوليك الكالوزس. ولما يقل البديهي جدا ان تكون ايه؟ ميتابوليك اسيدوزس. حد عنده اسئله في السلايد دي قبل ما اشيلها؟ حد خلاص ثبت الكلام ده؟ الكلام ده هو ده البيزك عندك عشان ما تتلخبطش او تنساه. وحد يا ريت حد يرد ويطمني بالمره ان الصوت كويس وما بيقطعش. احنا عندنا مشكله في الكوميونيكيشن ما بيننا وبين بعض، مش مشكله الناس خايفه تتكلم، الناس مش عارف. ما يا جماعه حد يرد الصوت كويس؟ دكتور مروان الصوت كويس، بس لو تعرف تقرا المسجز، يعني في ناس كتير بيكتبوا لك على الشات. لا انا مش هقدر، لو تعرف تشوف على الشات لا مش هقدر خلاص. بس الاسئله هتاخد مساحه من السلايد بتاعكم، فيا ريت اللي هيكتب حاجه حد تاني يفتح المايك ويقوله لي، يعني يا ريت حد ينقل لي الرساله اللي بتتكتب لو حاجه مهمه، لو حد مش عارف يكلمني. لكن لو حد اللي بيكتب المسج ديت عنده مايك لا يفتح مايك ويقول في حاجه معينه. طيب حد كاتب فيهم ان احنا نعيد او حاجه مش فاهمها او اي حاجه؟ انا مش بقرا اي مسج وانا شبش. لا هو كان في حد سال على هايبوفنتيليشن وحضرتك قلت ان احنا هنتكلم عليه بالتفصيل، بس ده السؤال الوحيد. لا هتكلم على كل حاجه بالتفصيل، انا هفرد الميتابوليك اسيدوز لوحدها والالكالوز لوحدها والريسبيراتوري لوحدها، انا هفرد كل حاجه. طيب يا ريتني ما شلت السلايد اللي فاتت. طيب خلاص اتفقنا كده على الميتابوليك والريسبيراتوري. طيب تعالوا بقى نفهم كده احنا ليه قلنا على كل واحده، ليه قلنا الكربون دايوكسيد لما يزيد. في ناس بتحب تفهم اكتر بقى، واللي بيحب يفهم اكتر ده من حقه وما ينفعش، يعني انا معاك. فهد تاني يقول انت حفظتها لي، انت حفظت لي، حفظتني ان الكربون دايوكسيد لما يزيد قال ايه يعمل اسيد ويبقى ده اسمه ريسبيراتوري اسيدوزز، واللي جاي احكسه. وبما ان الكربون دايوكسيد زاد عمل اسيدوزز في البيكارب لما يزيد يعمل الكالوزز. انت قعدت تحفظني الكلام ده، انا عاوز افهم بقى، انا عاوز افهم جاي ازاي. ولازم تفهم في الكريتيكال ديت سر الكريتيكاليست الناجح من اللي مش ناجح، ان اللي مش ناجح ده حافظ، هو حافظ. فمفيش عين بيجي لك صريح، مش عين يقول لك عنده ايه،
الكريتيكال سنس فهم، فلازم تبقى فاهم، لازم تبقى تتعامل معاه باتيتيود شغلك. يعني وانت مذاكرتك تكون باتيتيود شغلك، انت بتحلل بتشوف بتحلل بتفكر في 5000 حاجه. اللي فاهم كريتيكال هو اللي هيفضل يقدر يوصل لمنطقه العيان بالظبط، فيقدر يحدد له التريتمنت بالظبط، يعرف الديزيجن بتاعه هيبقى ايه بالظبط. اللي مش عارف هيهبل. طيب تعالوا بقى اللي مش فاهم، تعالوا نفسر كل واحده. تعالوا مثلا نفسر، انت قلت لنا اول حاجه ان الكربون دايوكسيد بريشر لما هيزيد دي بنسميها ريسبيراتوري اسيدوزس، صح؟ اه انا قلت لك كده. طب تعالوا نشوف الكلام ده يحصل ولا لا. طيب هو يعني ايه ريسبيراتوري اسيدوزس؟ قلنا عن الهيدروجين ايون عالي. تعالوا بقى نتكلم من ناحيه هيدروجين ايون، بلاش نتكلم من بي اتش، تعالوا نتكلم من ناحيه هيدروجين ايون. احنا عارفين علاقه الهيدروجين ايون بالبي اتش انها عكسيه، بس نتكلم اكتر من ناحيه الهيدروجين ايون. والله انا عندي ايكويشن لازم نحطها في دماغنا. ايه هي الايكويشن دي؟ بتقول ايه؟ بتقول ان انا عندي كربونيك اسيد ده بيتحول بالظبط كده ل ووتر وكربون دايوكسيد. وعندي الكربونيك اسيد برضه اهو هيتحول لهيدروجين ايون، يقدر يحصل ديسوسيشن لهيدروجين ايون، حته كيمياء كده، و بيكارب لو نيجاتيف ده الكربونيك اسيد اللي موجود في الجسم. والايكويشن دي شغاله كده في التو سايت، كربون دايوكسيد ووتر وهيدروجين وبيكارب. البافر سيستم اللي انا بقصد عليه لما اتكلم على بيكارب كبافر سيستم، طبعا بتكلم عنه في ناحيه الايه، الهيدروجين ايون والبيكارب. طب يلا نشوف من الايكويشن دي انت عاوز تثبت منها ايه. والله انا عاوز اثبت ان الكربون دايوكسيد لما بيزيد زي ما انت قلت بيعمل لي ريسبيراتوري اسيدوزس. طيب ريسبيراتوري اكيد مش مختلفين عليها، اللي هو الكلاسيفيكيشن اللي هو التايب نفسه، انه عشان ده لانج فريسبيراتوري مش معترضين عليها. لا مش معترضين عليها. هم معترضين عليه، معترضين على اسيدوزس. طيب يعني يا شباب اسيدوزس؟ يعني الهيدروجين بي اتش قليله، يعني الهيدروجين كتير. طب تعالوا نشوف كده، يعني احنا عاوزين نثبت ان الهيدروجين ايون هنا عالي لما الكربون دايوكسيد بيزيد. طب تعالوا كده نشوف الايكويشن. لو الكربون دايوكسيد اهو عالي، الرياكشن ده يمشي ازاي؟ اكيد الرياكشن ده هيمشي من على الرسمه ديت، هيكون منين؟ من ليفت تو رايت، يعني هيمشي هنا. الرياكشن يمشي لي من الاتجاه من الحاجه الزياده للحاجه الاقل. فمعنى انا بقول الكربون دايوكسيد عالي ده ريسبيراتوري اسيدوز، لان لما عالي هنا الرياكشن ده هيمشي في اتجاه تكوين مين؟ في اتجاه تكوين الهيدروجين ايون. فالهيدروجين ايون يحصل له ايه يا شباب؟ يزيد. يعني ده يعني البي اتش ايه؟ تقل. يعني ايه؟ اسيدوز. يعني ده ريسبيراتوري اسيدوز. اه صح، ريسبيراتوري اسيدوز. ده فعلا الكربون دايوكسيد لما يزيد فعلا يعمل ريسبيراتوري اسيدوزس، لان اهو من الايكويشن اللي قدامنا الكربون دايوكسيد يزيد الرياكشن يمشي في اتجاه تكوين الهيدروجين ايون، تكوين الاسيد، فده يعمل اسيدوز. طيب اما لو الكربون دايوكسيد قل اه يعمل ريسبيراتوري. نعم في بايكارب برضو طلع ناتج التفاعل ولا ده؟ انا دلوقتي بعمل الريليشن ما بين الكربون دايوكسيد وما بين البيكارب، ليه المحصله في النهايه اللي انا بعبر على الاسيدوز والجلوكوز بايه؟ بهيدروجين ايون، صح؟ انا بعبر عنها بايه؟ بهيدروجين ايون. انا هشرحها على البيكارب دلوقتي حالا، حاضر هشرحها على البيكارب. انا بتكلم على التشينج اللي في الكربون دايوكسيد. ليه لما زاد قلنا اسيدوزس؟ اه انه لما زاد مشي كده. طب لما قال الكربون دايوكسيد كنت بتقولي ايه؟ حد معايا كده؟ حد معايا؟ يلا. الكربون دايوكسيد لما بيقل كنا بنقول ايه؟ دكاتره ريسبيراتوري اسيدوز الكالوسيس. الكالوزس كربون دايوكسيد بريشر لما كان بيقل كده كنا بنسميه الكالوزس، صح؟ طيب تعالوا نشوف كده دكتوره. اه لما هيقل هنا الرياكشن هيمشي ازاي؟ هيمشي كده، صح؟ هيمشي من الرايت للليفت. يعني الهيدروجين ايون هيحصل له ايه؟ هيقل. يعني البي اتش هيحصل لها ايه يا دكتوره؟ هتزيد. يعني ده هيحصل ايه؟ الكالوزس ولا مش الكالوزس ده يا دكتوره؟ ده الكالوزس ولا الكالوزس؟ طب تعالوا نشوفها على البيكارب.
ماله البايكارب يا شباب؟ احنا كنا بنقول والله يا دكاتره البايكارب لما يزيد، فاكرين كنا بنقول ايه البايكارب لما بيزيد ده ايه اللي احنا حفظتها لكم انها عكس الكربون دايوكسيد لما يزيد ده هيبقى عكسها، ده كنا بنسميه ميتابوليك الكالوزيس. طب تعالوا نشوف الموضوع ده هيحصل الكالوزيس ولا لا، تعالوا نشوف. والله البايكارب اهو انا رحت مزوده، رحت مزوده، اتجاه الرياكشن هيمشي ازاي؟ هيمشي كده من الرايت للليفت. يعني معناه لما هيمشي كده الهيدروجين ايون اهو اللي حاصله ديت هيحصل لها تزيد ولا هتقل؟ اكيد الهيدروجين ايون ايه اللي هيحصل لها؟ هتقل. 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 يعني البي اتش يا دكتور هيحصل لها ايه؟ هتزيد. يعني هتزيد الكالوسز. الكالوسز والعكس صحيح. البايكارب لما هيقل صح الرياكشن هيمشي كده فالهيدروجين ايون هتزيد فالبي اتش هتقل فهيكون اسيدوزس. حد فهم؟ حد ما فهمش النقطة ليه دلوقتي؟ يعني كنت بقول البيكارب لما يزيد يعمل ايه والكربون دايوكسيد يعمل ايه؟ حد ما فهمش النقطة ديت؟ دي للناس اللي مش حابة تحفظ. بس في حاجات انا هقول لك احفظها كده بس حفظ مش هرهقك في الحفظ. انا ممكن ارهقك في فهم لكن ما ارهقكش في حفظ. ليه؟ لان الحفظ هيتنسي هيتنسي. فما اقدرش ارهقك فيه. عشان احفظك احفظك حاجة سيمبل خالص عشان تفضل تعيش معاك. لكن ابني عليها كل اللي هبنيه عليها هبنيه بايه؟ بفهم. طيب يا شباب حد عنده اي اسئله في النقطه ديت؟ والصوت كويس شباب؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب بما ان خلاص احنا فهمنا، خلاص فهمنا كده الموضوع ماشي ازاي. طيب تعالوا بقى نقول اكزامبل وانتم من فهمكم بشويه البيزك الخفيفه دي اللي الدردشه اللي احنا دردشنا فيها تقولوا لي ايه اللي ممكن الاسيد بيز ديس اوردر اللي هينتج من الحاجات اللي انا هقولها لكم دلوقتي. بس فكروا كده ايه بهدوء وحاولوا تفكروا صح. دايما اي حاجه متعلقه اي حاجه ريليتد بلانك بسميها ريسبيراتوري، اي حاجه متعلقه بكدني او ميتابوليزم او اذروايز اللانج وانت مغمض تبقى ايه؟ تبقى ميتابوليك. يعني ميتابوليك دي حاجه عامه، باي حاجه غير اللانج يبقى ميتابوليك. طيب تعالوا نعمل اكسبكتيشن، اكسبكت كده، تعالوا نتوقع كده اسيد بيز ديس اوردر اللي هيحصل في كذا عيان كده. تعالوا يعني عاوز كده تقولوا لي الاسيد بيز ديس اوردر اللي هتشوفه في العيان او الاي بي جي بتاع العيان اللي هتتخيله لكام عيان كده. يلا عيان عنده فوميتنج، عيان عنده فوميتنج، متخيلين الاي بي جي بتاعه يجي لكم بشكله ازاي او الاسيد بيز ديس اوردر اللي يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه الكالوزز. اللي يقول لي الكالوز او اسيدوزز يقول لي ليه؟ احنا بنفكر مع بعض، فكر مش طايق. بيفقد اتش سي ال صح. الفوميتنج ده يعني هيفقد اسيد صح، هيفقد اسيد فهيحصل ايه؟ فقد الاسيد دوت هيبقى ايه؟ الكالوزز. يعني فقد الهيدروجين ايون يعني البي اتش هتبقى عالي يعني ده هتبقى الكالوزز. يبقى ميتابوليك ولا ريسبيراتوري يا دكتوره؟ ميتابوليك صح. يبقى عيان الفوميتنج متخيله لما اسحب له اي بي جي ايه الديس اوردر اللي انا متخيله ينتج من الفوميتنج اللي عنده ده؟ انه يبقى عنده ميتابوليك الكالوزيس. ليه ميتابوليك الكالوزيس؟ لانه بيفوميت الاسيد، يعني الهيدروجين ايون هيقل. بما ان الهيدروجين ايون هيقل يعني البي اتش هتعمل ايه؟ يعني هتزيد، يعني ده هتبقى ايه؟ الكالوزيس. طيب عين عنده الدائريه، حد كده يقول لي متخيل يشوفه ايه؟ وانا قلت دايريه بس. ميتابوليك قلت دايريه بس. ليه بقى يا دكتوره؟ ميتابوليك صح. ميتابوليك اسيدوزس. دكتوره مين؟ دكتوره مين معايا؟ سمر. دكتوره سمر هو انت معايا في جروبات اونلاين او برايفت او حاجه ولا لسه اول مره تسمعيني في لا اول مره اول مره اشارك معاك. طيب تمام ماشي دكتوره سمر. صح كده عيان الدايريه هيبقى ايه؟ ميتابوليك اسيدوزس. ليه؟ وهو عنده دايريه هيلوس ليه؟ بايكارب. فبالتالي البايكارب هتعمل ايه؟ هتقل. واحنا لما كانت البايكارب بتقل كنا بنقول دي ايه؟ ميتابوليك اسيدوزس، لان البي اتش هي كمان ايه؟ بتقل صح. طيب في ناس بقى ثانيه تلخبطك تقول لك ايه؟ ركز بقى في حته الدايريه ديت. انا ليه قلت لك دايريه بس وسكت؟ عشان انا لو سالتك وقلت لك يعني هي يعني انا مش هقدر افسرها قوي دلوقتي لكن هفسرها في مكانها. لو عين عنده سكريتوري دايريا، سكريتوري دايريا
ده يبقى ايه مشكلته؟ يبقى عنده ايه؟ هنا دي ثبتها في دماغك ان الدائريه كانت تعمل ايه يا شباب الدائريه؟ لوسلي البايكارب. لوسلي بايكارب فتعمل ميتابوليك اسيدوزيس. السكريتوري دائريه تعمل عكسها، تعمل ميتابوليك الكالوزيس. التفسير اللي يبقى ايه ده؟ يعني الدائريه العاديه تعمل ميتابوليك اسيدوزيس، لكن لما تزيد قوي زي السكريتوري دائريه تعمل العكس، تعمل ميتابوليك الكالوزيس. هو في كده ما هديها تلوس بايكارب برضو. اقول لك لا، في السكريتوري دائريه تمام او الدائريه الكتيره العيان بيوصل ان يجيب 10 لتر فلويد من الاستول بتاعه، 10 لتر فلويد. في السكريتوري دائريه الاستول اللي نازل ده بيبقى فيه كونسنتريتد من الكلورايد والبوتاسيوم، فده بيخلي ان العيان ده بيلص مينلي كلورايد وبوتاسيوم، مش موضوع بايكارب. والهايبوكلوريميا والهايبوكاليميا دي مفاتيح، ده الكي اليمنت بتاع مين؟ بتاع الميتابوليك الكالوزيس، وده اللي هنفهمه بالتفصيل في ليكتشر الميتابوليك الكالوزيس. انا زي ما قلتكم انا هشرح الميتابوليك الكالوزيس لوحدها، وهشرح الميتابوليك الكالوزيس لوحدها، هفردها في محاضره لوحدها. فالميتابوليك الكالوزيس دايما مين اللي بيعمل ميتابوليك الكالوزيس؟ ده الهايبوكاليميا والهايبوكلوريميا، اي عيان كلورايد قليل وبوتاسيوم قليل، وهنفهم في محاضرته ليه الكلام ده، ليه يعمل ميتابوليك الكالوزيس. فعيان السكريتوري دائريه انا عاوزك تثبت في دماغك ان الدائريه العاديه تعمل ايه؟ ده لوس بايكارب فتعمل ميتابوليك اسيدوزيس. طب لو سكريتوري، لا لو سكريتوري دائريه او اللي هي اللاكسيتيف ابيوز، الناس بتستخدم ملينات كتير، ده لا ده الموضوع مختلف. ليه مختلف؟ عشان الناس دي بيجيب كميه كتيره في الاستول، بيجيب اب تو 10 لتر فلويد في الاستول، وده بيبقى مور كونسنتريتد من البوتاسيوم والكلورايد. فالقصه هنا مش قصه الميكانيزم في نقص بايكارب، امال قصه نقص ايه؟ كلورايد وبوتاسيوم. طب نقص كلورايد وبوتاسيوم يعمل لك ايه في الاسيد بيز ديس اوردر؟ يعمل لي ميتابوليك الكالوزيس، وهنفهم في محاضره الميتابوليك الكالوزيس ازاي وليه. طيب احنا لسه مكملين. طيب تعالوا نتكلم على النيمونيا. تعالوا نتكلم على النيمونيا. عيان النيمونيا متخيلين تشوفوا له ايه الاسيد بيز ديس اوردر بتاعه؟ حد غير الدكتوره سمر؟ احنا معانا كام واحد يا جماعه في ال، معانا كام واحد يكمل معانا؟ معانا كام واحد اونلاين دلوقتي؟ ريسبيراتوري اسيدوز. ريسبيراتوري الكالوزيس. والله في حد قال لي اسيدوز؟ حد قال لي الكالوزيس. طب ما كله جاوب يلا. اسيدوزيس. طب ثلاثة اسيدوزيس. ها ثلاثة اسيدوز. حد تاني عنده رأي تاني؟ الاسيدوسس عشان بيحصل اكوموليشن لل CO2. بتقول ايه يا دكتورة؟ بيحصل اكوموليشن لل CO2 فبيحصل ريسبيراتوري اسيدوسس. طيب حد تاني عنده تفسير تاني؟ انتوا قولوا وانا ارد. يعني احنا ناس قالت الكالوزيس وناس قالت اسيدوسس. وعلى فكره حتى الريفرنس بتاعها في النيمونيا هتدور عليه هتلاقيه في ناس مختلفه، هتلاقي ناس هتقول لك اسيدوز وناس الكالوزيس. فانا اقول لك المور اكيوريت فيهم التفسير الصح. انا قلت الكالوزيس يا دكتور عشان مثلا هو هيبقى عنده هايبر كابنيا، فهيبقى الكربون دايوكسيد هيتركزه هيقل، فهيبقى لا 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 استنى 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 انت عارف يعني هايبر كابنيا الاول؟ يعني ايه هايبر كابنيا يا دكتوره؟ بتنفس. لا اللي هو معدل التنفس. لا 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 لا, لا. بص يا دكتور، دكتوره مين معايا؟ تمام سمر. برضو ماشي دكتوره سمر. لما اجي اتكلم على معدل تنفس اللي هو ريسبيراتوري ريت، تمام الريسبيراتوري ريت بيتقسم لحاجتين، لا اما المعدل ده سريع فدي بسميها تاكيبنيا، لا اما المعدل بطيء دي بسميه براديبنيا. فتاكي يعني بالسريع، برادي بطيء، ابنيا اللي هي النفس. فلما اقول تاكيبنيا يعني معدل ايه؟ سريع. برادبنيا يعني معدل النفس ايه؟ بطيء. طب ايه موضوع الكابنيا ده؟ الكابنيا ده يعني قصده على الكربون دايكسايد. فلما اقول هايبر كابنيا ده معناه ان الكربون دايكسايد عالي، الكربون دايكسايد ايه؟ عالي. ولما اقول هايبوكابنيا يعني الكربون دايكسايد ايه؟ قليل. طب تقدري
بفهمك بقى باللي انا قلته دلوقتي، تربطين الهايبر كابنيا بالريسبيراتوري ريت. مفروض لو الريسبيراتوري ريت قليل يبقى في هايبر كابنيا. صح كده، يبقى الريسبيراتوري ريت لما يقل يحصل هايبر كابنيا، صح؟ يعني البراديبنيا تعمل ايه؟ تعمل هايبر كابنيا، والتكبنيا تعمل ايه؟ تعمل هايبو كابنيا. فاهم النقطه دي؟ تمام يا دكتور، جزاك الله كل خير. تمام عفوا. طيب حد تاني يلا قولوا لي اسيدوس ولا الكلوز، يلا فكر 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 واغلط وفكر واغلط وفكر وحلل واشتغل. يا جماعه يلا، حد عنده اي تفسير اسيدوس ولا الكلوز قلتوا ايه؟ طيب عشان ما اضيعش وقتكم تعالوا نتخيل هو ايه النيمونيا دي، ايه النيمونيا دي؟ طب اكتر واحد يعني اكتر حد فيكم واثق من اجابته مين؟ يعني اكتر حد واثق من اجابته يقول لي دلوقتي، اسيدوز ولا الكالوزيس؟ يا جماعه انا بكلمكم، يعني حد يرد عليا اكتر حد واثق من اجابته مين، اسيدوز ولا الكالوز؟ يبقى غالبا هتبقى اسيدوسس. ليه يا دكتوره؟ دكتوره سمر برضو؟ والله يا دكتوره سمر انا حاسس ان المحاضره دي انا وانت بس اللي شغالين فيها، مفيش حد معانا تاني. هم يا دكتور بيتكلموا على الشات، يعني هم ما يعرفوش ان حضرتك مش متابع الشات. طب اكتبي لهم انت بقى على الشات ان الدكتور مش متابع الشات ومش بيشوفه ومش هيشوفه، اللي عاوز يتكلم يفتح مايك ويرد عليا، عشان انا لو فتحت الشات هبوظ السكرين، يعني السكرين هتصغر قدامكم وانا مش يعني كفايه ان هي بتصل صغيره اساسا. تمام. فاكتبي لهم كده، كله يفتح المايك، المايك بيتفتح ويتقفل عادي، يتفتح يرد علينا ويقفل. عاوزكم تفكروا معايا، الحاجه اللي هتبقى من الدسكشن هي اللي هتثبت في دماغكم. طيب النيمونيا انا قلت للدكتور اعتقد ان هي تبقى طب كلكم فكرتوا في اتجاهات الاسيدوزيس. طيب الاسيدوزيس غلط، هي ريسبيراتوري الكالوزيس هي اللي صح. ازاي؟ بصوا شباب، يعني ايه نيمونيا؟ يعني ايه نيمونيا؟ نيمونيا يعني شيست انفكشن، صح؟ يعني في مايكرو اورجانيزم في اللنج، صح؟ طيب واحنا عارفين ان اللنج بتتكون من ايه؟ من الفيولاي، دي الفانكشنال يونت بتاعتها، دي اليونت اللي بتعمل الاكسشينج للجاز، صح؟ اللي هي الالفيولاي. طب الالفيولاي دي بتعمل ايه؟ والله دي اللي بتطلع الكربون دايوكسيد وتاخد الايه؟ الاكسجين. طيب يعني ايه عيان عندي نيمونيا؟ يعني عندي شيست انفكشن. فيعمل ايه بقى الشيست انفكشن؟ يعني مايكرو اورجانيزم يدخل في الالفيولاي، فالمايكرو اورجانيزم يقعد ساكت. لا طبعا مش متعودين على مايكرو اورجانيزم يقعد ساكت، امال يعمل ايه؟ يطلع اكسيديت ويطلع بص ويطلع سكريشن، كل ده يعمل ايه؟ كل ده يملى الالفيولاي، كل ده كده ايه؟ يملى الالفيولاي. ودي اللي انا كنت بشوفها في الاكس راي في عيان النيمونيا، بسميها ايه؟ نيمونيك باتش. بسميها ايه؟ نيمونيك باتش. ايه نيمونيك باتش؟ دي زي باتش في اللنج بتبان، اللي هي بتبقى وايت باتش. وايت باتش ليه؟ والله انت لما بتقي المفروض اللنج دي يعني الفيولاي، صح؟ يعني الفيولاي دي فيها ايه؟ اير. فلما انت بتعمل شيست اكس راي، بتعمل اشعه في الباك بتاع العيان، انت بتحط الحاجه دي بتبقى سودا، صح؟ الخلفيه الظهريه اللي ورا الصدر ظهر العيان قبل ما بتصوره بتبقى سودا. فطبيعي ان الاكس رايز الاشعه الاكس رايز ديت في لما هتعدي على اير هيحصل لها بنتريشن، فهتجيب الخلفيه السوداء اللي في ظهرك، صح؟ ده لما هيكون فيها اير. طب لما يكون بقى في سكريشن، في باقي سكريشن متجمع زي البقع اللي قدامكم ديت، الاكس راي اكيد مش هيقدر يعمل لها بنتريشن، مش هيقدر يخترقها، فمش هتبان في ظهرها الخلفيه الايه؟ السوداء، فتبان از ايه؟ از ا وايت باتش، از ا وايت باتش. وطبعا السايز بتاع الواتش بتاع ودي اللي بنسميها ايه؟ نيمونيك باتش. ودي بتفرق معايا، ودي اقدر اقيم بيها عيان النيمونيا.
يعني العيان لما هديله انتبيوتيك سواء انت بتستخدمه كامبيركال او ديفينتيف يوز للانتبيوتيك والعيان ده بيجيب ريسبونس معاك وبيتحسن وحضرتك تصوره باكس راي تاني تلاقي النيمونيك باتش بتعمل ايه بتقل لكن تلاقي عيان النيمونيك باتش بتزيد لا يبقى الموضوع ده ايه اقدر اقيم الانفكشوس من الاكس راي نفسها النيمونيا من الاكس راي نفسها تمام اللي هي الاسكالتيشن الديسوليديشن تمام ودي اللي هي ايه النيمونيك باتش. طيب تعالوا بقى نتخيل طب ايه نورمال باثولوجي بتاع الباثولوجي بتاع اللنج النورمال بتاعنا ايه. والله المفروض طول ما اللنج هي هيلسي الالفيولاي هيلسي مفيش مايكرو اورجانيزم مفيش اوكسيديت مفيش سيكريشن كل الالفيولاي بتعمل اكسشينج للغاز انت حضرتك اول ما تعمل انسبيريشن تاخد نفسك خد كده نفسك معايا كده جامد خد يلا كل واحد ياخد نفس جامد كده ايه اللي بيحصل بيحصل ان اللنج كلها هتتملي بالاير صح فيحصل ايه لللنج يحصل انفليشن لللنج يعني ايه انفليشن اللنج تتوسع تتمدد تتملي بالاير بعد كده يحصل ايه يحصل اكسبيريشن تطلع نفسك لبره اللي هو الزفير يلا كده اعمل زفير وانت بتعمل الزفير ده ايه اللي بيحصل اللنج بيحصل لها ايه ديفليشن بتقفل عشان تطلع الاير فالريسبيراتوري ريت هو ده معدل الايه زي ما قلنا معدل التنفس اللي هو معدل الايه الانسبيريشن والاكسبيريشن وطبعا الانسبيريشن هيبقى ايكوال لمين الاكسبيريشن او بمعنى تاني هو الانفليشن اللي بيحصل لللنج وهو الديفليشن اللي بيحصل لللنج فانت تقدر تقيمه طب انا اعرفه ازاي الريسبيراتوري ريت طبعا الريسبيراتوري ريت احنا قلنا لو زاد معدل التنفس هيكون تكبنيا لو قل يبقى برابيبنيا تقدر تعرفه من المونيتور العيان اللي انت حاطه على المونيتور بتبص كده بتلاقي الار ار اللي هو الريسبيراتوري ريت وتقدر تعرف المعدل فوق طبعا فوق ال20 ده تكبنيا تحت ال20 هو المفروض الطبيعي ان يكون تحت ال20 وكل ما البني ادم بيكون رياضي اكتر الناس الهيلسي والاسيتكس ان هم رياضيين قوي تلاقي الريسبيراتوري ريت بتاعهم الطبيعي بتاعه قليل بيوصل لغايه 8 بريس بير مينيت فده مش اللي انت تشوفه تقول ده برادبني لا هو متعود الراجل الرياضي ده في الدقيقه بياخد نفسه 8 مرات كده بس نفس بسم الله ما شاء الله عليه مش زينا يعني تمام طيب ده اقدر اعرفه ازاي طب انا اقدر اعرفه لو انا ما عنديش مونيتور اقدر اعرفه ازاي والله انا لو حطيت ودني عند بق العيان اعد الانسبيريشن او الاكسبيريشن اعد الشهيق او الزفير واحده منهم ما تعدش الاثنين ما هو الاثنين ايكوال لبعض وانا هعد واحد بس فلو انت بتعد على انسبيريشن عده واحسبه في الدقيقه هتعرف انت عندك خد كام بريس بير مينيت او لو انت بتعد في الاكسبيريشن هتعد هو طلع نفسه او عمل اكسبيريشن عمل زفير كام نفس كام بريس بير مينيت وهو ده هيكون الريسبيريشن ريت بتاعك في ناس تقول لك لا يا عم الانفكشن كنترول وهقعد ودني عند بق العيان ووش في بق العيان والكلام الاهبل ده طب خلاص يبقى نعمل ايه ممكن نعري صدر العيان نكشف الشيست بتاع العيان وانت قلت لي لما العيان بيعمل انسبيريشن بيحصل انفليشن لللنج يعني اللنج بتتوسع ولما يعمل اكسبيريشن بيحصل ديفليشن فانا اكيد لو انا قدرت اعد الموفمنت بتاع الريبس الحركه بتاعه الريبس بتاعتي هقدر اعرف الانفليشن والديفليشن اللي بيحصله فانا لو عديت الانفليشن كده يعتبر بعد اكسبيريشن وهو ده برده ريسبيراتوري ريت او لو عديت الديفليشن بتاع اللنج ان صدره بتنزل الريبس بينزل لتحت ده برضو ان انا بعد يعتبر اكسبيريشن وهو ده الريسبيراتوري ريت. طيب نرجع لموضوعنا احنا اقول لكم عين صغيره عن الريسبيراتوري ريت. طيب نرجع لموضوعنا النيمونيا. طب النيمونيا اتفقنا ان ده في شيست انفكشن يعني في نيمونيك باتش. طب النيمونيك باتش ده هتتقفل كلها اكسوديتو سكريشن فهتقفل الجزء ده من اللنج يعني زي مثلا اتقفل الجزء ده حسب المكان. طيب الهيلسي الفيولاي اللي متبقيه فين اهو مش دي الهيلسي الفيولاي اللي اتبقت يبقى معنى كده العيان ده لما يجي يعمل انسبيريشن لما يجي يعمل ايه يعمل انسبيريشن وياخد نفسه هيقدر يعمل هتقدر تعمل اللي انت بتعملها دي هتقدر تعمل فول انسبيريشن مش هتقدر فيعمل ايه بص ويقف مره واحده ما يقدرش يكمل ليه عشان الالفيولاي اللي هيلسي اللي قادره تسحب الجزء اللي في اللنج اللي بيحصل له انفليشن صغير فبالتالي مش هيقدر يكمل الجزء ده كله مش هيتملي فهو بقى جزء صغير فغصب عنه هيضطر انه يعمل ايه يعمل اكسبيريشن عشان يفضيه فبالتالي هيبدا ياخد نفسه ويطلعه بمعدل قصير بسرعه بقى هيضطر انه يعمل ايه ياخد ده يتملى بسرعه يعني مش قادر يكمل فاضطر يخرج فيطخن فيخرج فتلاقي الريسبيراتوري بتاع العيان ده ايه تلاقي الريسبيراتوري ريت بتاع العيان ده ايه عالي يعني تلاقي عيان النيمونيا ده ايه تكبنيا
تلاقي العيان النمونيا ده ايه تاكيبنيا السبات ريت بتاعه عالي ليه؟ كل طبعا من النمونيك باتش بتكبر او الاكسودات بتبقى كتيره كل ما الهيلث الفلايت تبقى قليله يعني المساحه اللي بيحصل فيها الاكسشنج الجاز قليله فالريسبيريتوري ريت يكون ايه عالي يتملي بسرعه ويفضي بسرعه فده يكون بيعمل ايه بيكون بيعمل ووش للكربون دايكسايد يعني ايه ووش الكربون دايكسايد معدل النفس السريع ده بيخليه يتخلص من الكربون دايكسايد بريشر على طول فالكربون دايكسايد بريشر نلاقيه ايه قليل واحنا اتعودنا الكربون دايكسايد بريشر لما يقل كنا بنسمي الاسيد بيز ديس اوردر ايه ريسبيريتوري ها حد يقول لي ها ريسبيريتوري ايه الكالوزيس والله بيتخاف اسالكم طيب عيان السي او بي دي عيان الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز ده متخيلين تشوفوه ايه فكروا كده ردوا عليا اللي انا بقوله ده الانتربريتيشن بتاع الاسيد بيس ده الانتربريتيشن انك يعني تفكر في ديزيز مع لاب هتشوفه ايه هتفكر في عيان ازاي يلا عيان اسيدوزيس ريلاتوري اسيدوزيس دكتوره مين معايا اميره ليه دكتوره اميره مش قادر ياخد نفسه وعنده هايبوفنتيليشن هيحصل ريتنشن للسي او 2 تتحول لأسد بالظبط هو obstructed صح؟ أيه. حصل له obstruction في انسداد وزي ما احنا عارفين الأورجان أساسا كانت مطلعة ايه يا دكتورة كانت مطلعة كربون دايكسايد فالكربون دايكسايد اللي طالع من الأورجان ده اللي راجع في مع السوبيريو فينكافا والانفيريو فينكافا ده الكربون دايكسايد ده مصدره ايه ده مصدره الاورجان صح رجع لللنج راجع من البلد على اللنج من البلد على الهارت ومن الهارت على اللنج فاللنج جاي لها كربون دايكسايد فيه اوبستراكشن مش قادره تطلع الكربون دايكسايد اللي راجع ده فيحصل له اكيوميليشن فهيتجمع فصح فلما اشوف الكربون دايكسايد بريشر هلاقي ايه هيتحول كربونيك اسيد فالكربون دايكسايد هيعلى خلاص بقى احنا مش لازم نحوله احنا عارفين ان الكربون دايكسايد البريشر لما بيعلى ده بيعمل على طول ريسبيراتوري اسيدوزيس مش هنرجع للتفسير تاني على الاسيد تمام خلاص فالكربون دايكسايد بريشر هيبقى ايه هيبقى العيان بيريتين يعني بيحصل ريتينشن احتباس الكربون دايكسايد فهيزيد فالبريشر بتاعه هيزيد فيعمل ريسبيراتوري ايه يعمل ريسبيراتوري اسيدوزيس طيب دكتوره اميره يعني العيان ده لما اجي ابص على الاي بي جي بتاعه والبي اتش تكون عامله ازاي والكربون دايكسايد تكون عامله ازاي والبايكارب تكون عامله ازاي تقدري تقولي لي العيان ده البي اتش هتبقى قليله عشان احنا عندنا ريسبيراتوري اسيدوزيس اقل من كام والبي سي او 2 هتبقى اقل من كام 735 تمام 735 تمام أكبر طيب من 44 صح كده البيكارب بقى عندك مشكله فيه يعني لسه شويه ما حصلش ما قلنا مفيش حاجه اسمها كومبنسيشن من الكدني لسه ما قلنا مفيش حاجه اسمها كومبنسيشن ما قلنا مفيش حاجه اسمها كومبنسيشن معلش لحد هنا بس يا دكتور انا وقفت لحد كومبنسيشن طب كل ما تيجي تقولي كومبنسيشن افتكري ان انا قلت لك ما تقوليش كلمه كومبنسيشن وقولي كلمه ريسبونس لسه ما حصلش ريسبونس من الكدني ما تقوليش كلمه كومبنسيشن وهشرح لكم ليه يعني انا هشرح لكم الريسبونس تمام طيب كده احنا قدرنا نعمل انتربريتيشن ونفهم الاي ديس اوردر بيحصل في العيان وهنسميه ايه ايه يا دكتوره معاكي اتفضلي الصوت بيقطع الصوت طيب كده بيقطع برضو لا كده تمام يا دكتور لكن تتخيل بقى ان مبدئيا لازم تبقى عارف ان اللي ياثر اكتر في البلد مش الميتابوليك اللي ياثر اكتر الريسبيراتوري يعني مين اللي يعني اللي يقدر ياثر في البي اتش بتاعه البلد اكتر واسرع هو مين الريسبيراتوري اكتر من الميتابوليك وده بسبب ايه ان الريسبيراتوري لما بيلعب في البي اتش بيلعب عن طريق مين عن طريق كربون دايكسايد مش عن طريق بايكارب ولعبته في الكربون دايكسايد دي يعني بيلعب في النفس ولعبه النفس دي سهله جدا انها تعمل افكت على السيل وعلى البرين ويقدر تغير البي اتش بتاعه البلد بسهوله اكتر من الميتابوليك
فلك أن تتخيل أن الموضوع ده مش شرط أن أنا أشوف acid base disorder مع حاجات بقى حالات الكريتيكال أو حالات الICU أو الكلام ده، لا ده ممكن تجيلك في حاجات بسيطة جدا في حياتنا، زي مثلا كان يعني يوم كنا بنقف في الاستقبال فكنت بلاحظ حاجة في حالات السايكيك، يعني حالات السايكيك الحالات اللي هي بنقول عليها سايكيك ديت اللي هي ايه ما عندهاش حاجة، حد عنده مشكلة عمل نفسه تعبان نزل. فلاحظت حاجة كده غريبة، يعني غريبة وطريفة، ان لما كانت بتيجي حالة سايكيك كانت تيجي مثلا واحدة ست كبيرة سايكيك ولادها مثلا مزعلينها ولا حاجة، فكانت تيجي بنفس السيناريو ده، كانت اول ما تيجي تدخل الباب بتعمل ايه لو سمعت الفتح المايك يقفله معلش، فكانت تيجي بنفس السيناريو ده الحقني يا دكتور مش قادرة، بتعمل ايه تاخد نفسها بالراحة جدا، النفس ده بيبقى مصطنع، يعني هي بتكون عاملة ايه عاملة برادبنية، بتعمل برادبنية بتاخد نفسها بالراحة وتطلعها بالراحة مش قادرة نفس الطريقة ديت تمام، تعمل ايه بتعمل برادبنية. طيب البرادبنية ده متخيل خلال وقت خلال تلت ساعة، تلت ساعة بس على بالاتيتيود ده متخيل الست دي تخش في ايه تخش فعلا تعمل برادبنية فترتين الكربون دايكسايد، فالكربون دايكسايد بريشر بتاعها يعلى وتعمل فعلا ريسبيراتوري اسيدوزس، ولو سحبت بي جي للست دي بعد تلت ساعه فعلا هتخش في ريسبيراتوري اسيدوزس. غير بقى البنوته الصغيره اللي كانت بتيجي بقى خطيبها مزعلها ولا حد مزعلها ولا ابوها مزعلها فكانت تيجي تخش السبانه الحقني يا دكتور مش قادره الحقني، نفس الطريقه فتلاقي الريسبيراتوري بتاعها إيه؟ عالي، تلاقيها تكبنيا، هي تكبنيا مصطنعة، هي مصطنعة، فتلاقي فعلا بعد خلال ربع ساعة من الاتيتيود ده تلاقي البنت دي بتعمل وش للكربون دايكسيد اللي في جسمها، ففعلا الكربون دايكسيد يقل، ففعلا البي اتش بتاعت البلاد تعمل ايه تقل وتخش في تقل وتخش في ريسبيراتوري الكلوزز تمام. طيب السيناريو بتاعك وانت بتعمل تريتمنت للحالات الخفيفة السايكيك ديت تعمل لها ايه؟ يعني سي مثلا انا التارجت بتاعي في عيان بيرتين لكربون دايكسايد يعني عنده ريسبيراتوري اسيدوزس، وتخيل اتجاهاتك في التريتمنت ان انت تعمل له ايه؟ اخليه يتنفس بسرعه، اخليه يعمل ووش صح، يبقى انا كل القصه ان انا عاوز اعمل له ووش. الووش ده بقى هتعمله بايه؟ ببرونكو دايليتور، حاجه تعمل دايليتور كده للبرونكاي تساعده انه يعمل وتوصل لدرجه ان انت ممكن ابتو فنتيليشن ان انت تفنتله ان انت تحطه على جهاز التنفس الصناعي عشان هو اللي يبدا الجهاز نفسه اللي يتخلص من الكربون دايكسايد اللي متخزن دوت ويخرجه ويتخلص منه. يعني بتبدا حاجات سيمبل في البدايه ببرونكو دايليتور، حاجات زي الفاركولين زي الاتروفنت، حاجات تعمل برونكو دايليتور ان هي لو في اوبستراكشن تفتحه وتخلي العين ياخد نفسه بسهوله. ليه الحالات ايه الكومبرومايزد حالات البايظه خالص اللي هتحتاج لايه لفنتيليتور من جهاز تنفس صناعي انه يتخلص من الكلام ده. طيب اما لو عيان عنده ريسبيراتوري الكلوزز يعني الكربون دايكسيد عنده قليل، اتجاهك انك تعمل ايه؟ يعني الحاله زي السايت اللي زي الباج في كيس ورق. طيب بنعمل كده فعلا، نركب لها نحط لها ماسك فنخلي البنت الصغيره دي تاخد نفسها جوه الماسك فتاخد الكربون دايكسيد بتاعها، فندي فرصه انها تعمل ريتينشن للكربون دايكسيد ويبدا يعلى ويرجع للنورمال بتاعه فالبي اتش تبدا تتحسن تمام. طيب كده احنا قدرنا نفكر نعمل انتربريتيشن ازاي نفهم يعني ريسبيراتوري اسيدوزس ويعني الكالوزس اتجاه تفكيرنا في العلاج. طبعا هنفرد الكلام ده بالتفصيل، انا مش هتكلم على حاجه سوبرفيشال، انا عمري ما هقول لكم حاجه سوبرفيشال، انا هفتح كل حاجه في التفاصيل التفاصيل. طيب فاضل بقى ازاي نقرا، احنا عرفنا قدرنا نعمل انتربريتيشن وفهمنا ازاي الديس اوردر يسمع معايا في قرايه والقرايه دي اشوفها ايه وازاي انا هتجه ان انا هعمل ايه، واتفقنا على موضوع في بدايه المحاضره عن الموضوع لما يكون الحاجه سيفير هتجه ان انا هتعامل مع الاسيدوز كاسيدوز او الكلوز كالكلوز، ولو الموضوع مش سيفير لا ههتم بالكوز بس ومش ههتم بالاسيدوز كاسيدوز او الكلوز. وهنبدأ بقى نتكلم على ازاي نقرأ، ازاي نقرأ يعني ازاي بقى انت من القراية بس تقول لي دي ميتابوليك ولا دي ريسبيراتوري. طيب مبدئيا قبل ما تقرأ في حاجة عاوز اقولها،
طيب هو احنا دايما عارفين ان الكونسنتريشن بتاع البيكار بيبقى واحد في الاثنين في الفين والارتري. يعني انا لما اسحب بيوبسي من الفين فاكرين دي كنا بنسميها ايه؟ كنا بنسميها في بي جي صح؟ كنا بنسميها في بي جي. ولما كنا بنسحب البيوبسي دي من ارتري سواء راديال ارتري او فيمورال ارتري كنا بنسميها ايه؟ اي بي جي ارتيريال بلود جاز. طيب على البي اتش بتاعت البلود ماشي، انا بحكم عن طريق حاجتين كاربون دايوكسيد وبيكارب. طب لما اقول لك معلومه ان البيكارب في الفين زيه هو دي الميتابوليك ديس اوردر، مش البيكارب ده اللي كان بيقيم لي الميتابوليك ديس اوردر، هل يفرق معايا لما اسحب البيوبسي من فين او اسحبها من ارتري؟ هيفرق معايا؟ حد يرد عليا كده؟ لا هيفرق معايا؟ لا اكيد لا مش هيفرق معايا، لان انا بقيم الميتابوليك عن طريق البيكارب، والبيكارب واحد في الاثنين، في اي عيان عاوز اقيمه من ناحيه الميتابوليك مش هيفرق معايا، فكده اسحب اي بي جي او في بي جي مش هيفرق. ولما يجي لك اختيار انك تسحب اي بي جي وفي بي جي والفي بي جي متاحه هتديك الحاجه اللي انت عاوزها، فليه ترق العيان بانك تسحب اي بي جي ارتيريور وتقعد بقى تفحص في العيان وتدور على ارتري؟ وموضوع قلنا انه ديفيكالت وبينفول لدرجه انه بيقول لك لو عيان مش كريتيكال تدي له انستيزيا، يعني تدي له كده لدوكايين كده سبكوتينس قبلها بدقيقه قبل ما تسحب عينه الاي بي جي. فليه؟ طب ما نسحب في بي جي. طيب اما الكربون دايوكسيد بريشر متخيلين انه هيبقى واحد في الاثنين؟ هل متخيل بغض النظر عن الارقام اللي قدامك الكربون دايوكسيد انت متخيل في الفين زي الارتري؟ حد يقول لي كده؟ لا طبعا. طيب هتلاقي في مين اكتر؟ الفين اكتر. في الفين اكتر، فكده الكربون دايوكسيد اللي انت هتشوفه في الفين هيبقى اكيوريت، هيبقى اكيوريت ان انت تحكم عليه، هيبقى اكيوريت الكربون دايوكسيد اللي في الفين هيبقى اكيوريت انك تحكم عليه، اكيد مش هيبقى اكيوريت ده طالع من الاورجان. وانا قلت في البدايه الجاز لما اجي اقيم جازز اقيمها في الارتري قبل ما تروح الاورجان، قبل ما يعمل كونسامشن منها اي حاجه صح. فكده هي نسبه الارتري هقيمه منين؟ من اي بي جي ولا من في بي جي يا شباب؟ ردوا عليا كده. ايه اي بي جي ينفع اقيمه من في بي جي؟ لا لا ما ينفعش اقيمه من في بي جي. يبقى تعالوا بقى نتفق اتفاق، العيان اللي هيجي لك في الفيرست بريزنتيشن اللي هو هيدخل لك اوضه الكريتيكال وانت مش عارف عنه اي حاجه، هي بالمناسبه شغل الكريتيكال ان انت بتاخد العيان من الشارع انت مش عارف عنده ايه، مفيش فايل تالف فيه تكتب فيه ريكومنديشن ولا في دوز هتعمل عليها تشيكر على drugs.com ولا على ريكزي. الكلام ده شغل كريتيكال ما صعبه، ان انت لازم معلومتك جاهزه وبسرعه وتتعامل بالاتيتيود حالات الكريتيكال ومفيش فايل، ازاي تفكر في العيان، ازاي تدي قراره بسرعه، هي دي طبيعه شغل الكريتيكال. وخاصه ان احنا هنشرح لكم ان شاء الله، انا هديكم كريتيكال ايمرجنسي مش كريتيكال اي سي يو، ان في كونفليكت ما بين كريتيكال اي سي يو اللي هو بتاع البورد ده اي سي يو رعايات، وبين كريتيكال ايمرجنسي. انا شغال كريتيكال ايمرجنسي. طيب فطبعا هنا نتفق ان لو عيان نزل لي في الفيرست برزنتيشن انا ما اعرفش عنه حاجه، يعني ما اعرفش المشكله عنده في لانج في كيدني، هو نزل لي دخل الكريتيكال حاله بقت كومبرومايز، والعيان ده بيجي لك يا اما من الشارع يا اما ان بيشنت، عيان محبوس في اسم وحصل له كومبليكيشن والحاله ما بقتش ستيبل، يعملوا ايه؟ نزلوا الكريتيكال، لما يبقى ستيبل يرجع تاني. وانت التارجت بتاعك وانت بتشتغل على عيان الكريتيكال التارجت انك تعمل ايه؟ انه يبقى ستيبل، تعمل ستابلايزيشن للبيشنت. وبعد كده السيناريو المتخيل للعيان لا اما هيضاي لا اما تخليه ستيبل وتوديه للمكان اللي هيكمل فيه. يعني لو عيان الحاله خلاص بتستيبل تروح تدخله اي سي يو، عيان لا ممكن يتابع في وورد تدخله اسم وورد، تدخله الاسم سواء اسم بطنه سواء حاجه اندوكراين سواء اسم نيفرولوجي، فيروح انت بتشتغل مع الحاله لغايه ما ترجته يبقى ستيبل، بعد كده ما بتكملش معاه. يعني مثلا عيان الدايبيتك يجي لك الكريتيكال على صوره دي كي اي، يجي لك على صوره هايبر اوزمر نون كيتوتيك هايبر جلايسيميا، يجي لك على صوره ان كنترولد هايبر جلايسيميا، يجي لك بصوره هايبو جلايسيميا كوما، لكن انت مش هتعالج دايبيتك كدايبيتك. انا مش هرجع بقى اشوفه بقى تايب 1 ولا تايب 2 وهيمشي بقى على الامريل ولا هيمشي على الميتفورمين ولا الكلام، انا مش قصتي الكلام ده ككريتيكال، انا هتعامل مع الكومبليكيشن، هصحيه من الدي كي اي، هصحيه من الكوما اللي عنده،
لكن انا مش هكمل معاه، يطلع بقى ايه تعمل له ريفيل اسم البطنه بتاع الديابيتك بقى هو اللي يظبط معاه الحاجات دي. فانت العيان ده اللي هيجي لك في فيرست برزنتيشن اول لازم اول بيبس تسحبها، متخيل بقى طلبكم فيها ينفع تبقى بي بي جي ولا لا؟ اي بي جي بس. يبقى لازم اي بي جي. ليه؟ عشان انا مش عارف اي حاجه عن اللنج ومش عارف اي حاجه عن الكدني او الميتابوليك، انا ما اعرفش عياني اساسا ايه، فلازم تبقى اول واحده اي بي جي. طيب لو لقيت المشكله في العيان بعد ما سحبت له اول بيوبسي كانت اي بي جي ولقيت المشكله ميتابوليك، يعني اللنج شيست فري كاربون سايد مظبوط وشيست فري وما عنديش اي مشكله في الشيبيشن كيتو اسيدوزز او لاكتيك او كيتو كده، البيوبسي الثانيه والثالثه والرابعه اللي هتقيم بها العيان تبقى اي بي جي ولا في بي جي؟ في بي جي. في بي جي عادي. هتبقى في بي جي عادي لان انا ده هقيم على بيكارب والبيكارب مظبوط، ليه؟ انا مش محتاج خلاص اقيم شيست تاني صح؟ طيب لو العيان طلع بعد اول البيوبسي سحبتها لقيت المشكله عنده في اللنج، لقيت مثلا عيان سي او بي دي وعنده ريسبيراتوري اسيدوزز، كل التقييم بعد كده هيبقى اي بي جي ولا يبقى اي بي جي ولا في بي جي يا شباب؟ اي بي جي. هيبقى لازم يفضل برضو اي بي جي مش في بي جي. ويا رب اكون قدرت اوصل لكم الرساله ان امتى تسحبوا اي بي جي وامتى تسحبوا في بي جي. اوكي طيب فاضل اخر حاجه في ليكتشر النهارده، كمل ان شاء الله الجمعه الجايه ازاي هنقرا. مبدئيا في قراءتكم انا عارف طبعا يعني هدي اكزامبل واعتبر اللي انا متخيلها ومتوقعها. يعني مثلا الناس اكيد الناس اللي بتسمعني مش كلها ما بتعرفش تقرا، اكيد في ناس بتعرف تقرا تمام. الناس دي اللي بتعرف تقرا يا ريت، عشان في مسج معين انا عاوز اوصلها لهم. اكزامبل زي كده مثلا حد يقرا كده يا شباب. ميتابوليك اسيدوز دايما الريفرنس دايما الريفرنس قدامك، يعني دايما لو مش قدامك انت تكتبها تمام عشان ايه تبقى هاي. دكتوره الدكتور مين اللي قريت؟ دكتوره سمر. دكتوره سمر حد قلت ايه يا دكتوره سمر؟ ميتابوليك اسيدوسز وفي ريسبونس من اللنج. طيب حد تاني يقرا غير دكتوره سمر؟ حد تاني غير دكتوره سمر يقرا؟ حد تاني يقرا غير دكتوره سمر؟ هو كم واحد معايا اونلاين دلوقتي؟ ميتابوليك اسيدوسيس. تمام حد تاني؟ دكتوره مين معايا؟ اميره. حد تاني غير دكتوره اميره ودكتوره سمر؟ والنبي يا جماعه انا عاوز اسمع. ميتابوليك اسيدوسيس دكتوره. دكتوره مين؟ دكتوره وفاء. حد تاني؟ ميتابوليك اسيدوسيس يا دكتور. دكتوره مين؟ رنا. دكتوره رنا. حد تاني؟ يلا كله يا ريت يقرا، كله يقرا. كله يقرا يلا يا جماعه قولوا لي. ميتابوليك اسيدوسيس دكتوره مين؟ شيماء. يلا انا شايفه انها ريسبيراتوري اسيدوس. دكتوره مين؟ دكتوره. حد تاني؟ احنا معانا 36 تقريبا في متابعينا، ف معايا دلوقتي لايف، فاي حد منهم يرد يلا نكمل. حد تاني عنده راي تاني او فكره تاني؟
هون شباب هي اسيدوزيز يا دكتور، بس ريسبيراتوري ولا ميتابوليك هي بقى الحيره هنا، مش عارف. يلا هو وصلتني كمان لاسيدوزيز. طيب بص يا دكاتره، كل انتوا قلتوه ده غلط. ليه غلط؟ ومن غير ما اسمعوا، عشان انتوا دايما كل قراياتكم كان في القرايه كلمتين، فاللي قال لي ميتابوليك اسيدوزيز غلط، واللي قال لي ريسبيراتوري الكالوزيز غلط، لان الاي بي جي كقرايه بروفيشنال لازم يبقى ثلاث كلمات. فمعنى ان ودني سمعت كلمتين، فمن غير انا ما بركزش اساسا في الكلمتين اللي هم ايه غلط. قرايات الاي بي جي ثلاث كلمات، ولازم تتعودوا ازاي تقروا ثلاث كلمات وكل كلمه هتحطوا فيها ايه. حضرتك بتزعل من الكلمه دي؟ ايه خفت اقولكم بنسيتد تزعل. مش دي دكتور مروان، انا عاوز اسمعك. نقرا اي بي جي بروفيشنال، تمام. اول كلمه برضو راح الصوت بيروح لما بقى في الصوت يبقى كويس، تمام. طيب كده الصوت كويس، كده الصوت كويس يا شباب؟ تمام يا دكتور. اوكي يا دكتور. نتعود دايما الاي بي جي هنقرا كم كلمه شباب كبروفيشنال بقى؟ ثلاث كلمات. فطبيعي ان اللي هيقول لي ميتابوليك بس ميتابوليك اسيدوزز، واللي قال لي في الاخر اسيدوزز بس، اكيد ده مش تفسير. طب انا اعرف اول كلمه هتكون عباره عن ايه؟ اول كلمه هتكون كلمه من ثلاثه، برايمري سكندري ميكسد. دي اللي لازم تتقلي اول كلمه في القرايه. يعني ايه برايمري ويعني ايه سكندري ويعني ايه ميكسد؟ دي اول كلمه. تاني كلمه هتتحط هي المشكله اللي عندك، هي ميتابوليك ولا ريسبيراتوري. بمعنى ايه يا جماعه؟ هو انا كنت بستخدم الاي بي جي ده كايه؟ مش كاستيميشن صح؟ كديس اوردر حصل في الجسم، هل ده يمنع ان ممكن تو ديس اوردر يحصله، ولا لازم يبقى واحد؟ يعني هو لازم العيان يبقى حالفين على العيان ان انت لما يبقى عندك مشكله تبقى عندك مشكله واحده؟ يعني العيان اللي عنده مشكله في اللنج ده مش معناه ان ممكن يبقى عنده مشكله في الكدني، ولا خلاص ده ما عنده لنج بس فاكيد الكدني هتبقى سليمه؟ حد كده يرد عليا؟ اكتر حد مقتنع بقرايته هو اللي يرد عليا. انا هتناقش معاه بس عشان افهمه. لا هو وارد طبعا يبقى عنده مشكله في الاثنين، ده عيان كريتيكال، يعني ممكن يبقى اكتر كمان، يبقى حاجات ثانيه كمان بايظه. تمام. طب يا دكتوره، دكتوره مين معايا الاول؟ رنا. دكتوره رنا، يعني دلوقتي حضرتك بتقولي يعني ممكن يبقى عنده مشكلتين، فالمشكله دي ممكن تبقى ريسبيرتوري وممكن تبقى في تبقى في الكدني صح؟ طب ينفع المشكلتين دول يبقى في منطقه واحده؟ يعني ممكن تبقى مشكلتين في الريسبيرتوري او مشكلتين في الميتابوليك؟ يعني بمعنى انك عاوز تقولي، يعني زي مثلا انت ممكن تقولي لي العيان ده ممكن يبقى عنده ريسبيرتوري اسيدوزز وميتابوليك اسيدوزز، او ريسبيرتوري اسيدوزز وميتابوليك الكالوزز صح؟ مش انت عاوز تقولي لي كده؟ لا مش عارف. طب بمعنى تاني، بمعنى تاني، انا دلوقتي لما باجي اقيم العيان على البي اتش بتاعت البلد واعرف ايه المشكله اللي عنده، مش ده عشان انا افكر ايه المشكله اللي حصلت صح؟ صح؟ عشان اعرف المشكله فين. المشكله فين؟ بما ان ده ما يمنعش ان ممكن يبقى عنده مشكلتين، وممكن يبقى عنده ثلاثه، وممكن يبقى عنده اربعه صح؟ انا بقى هعرفهم ازاي؟ ما هو ممكن الاثنين تبقى مثلا سيت تبقى عنده مشكله اسيدوزس ومشكله في الحته الثانيه عامله الكالوزس، والاثنين قد بعض فما يغيروليش البي اتش، المحصله بتاعتهم ما تغيرليش البي اتش بتاعت البلط. ده معناه ان العيان ده نورمال ما عندوش حاجه، يعني ده عيان مثلا هيبقى عنده ريسبيراتوري اسيدوزس وميتابوليك الكالوزس، فالبي اتش مش هتتغير لان الاسيدوزس زي الكالوزس، البي اتش بتقول لها نورمال. هل العيان ده لما تشوفه تقول ده نورمال؟ ده ما عندوش حاجه خلاص، مش هفكر في حاجه، ما عندوش حاجه. اشوف اقرب لبوردر ايه؟ بصي هو ما تحلليش، هو انت رد عليا بس على قد الحاجه في الحته ديت. هل يعني هل انا هقول انه نورمال؟ لا مش هقول انه نورمال صح؟ فده معناه ان انا ممكن يبقى عندي كذا ديس اوردر في العيان،
ممكن يبقى عنده مشكله في اللنج هسميها تبقى ريسبيراتوري ومشكله ميتابوليك، وممكن يبقى مشكلتين ميتابوليك. ازاي يعني؟ ممكن يبقى عنده حاجتين ميتابوليك، ممكن يبقى عنده نوعين حاجه حاجتين اسيدوز، يعني في حاجه اسمها هايرنجاب ميتابوليك اسيدوزز، وفي من ضمن انواع الميتابوليك اسيدوزز نورمال انجاب ميتابوليك اسيدوزز. ممكن يبقى عنده الاثنين ولازم ابقى اعرفهم، وممكن يبقى عنده ميتابوليك اسيدوزز وميتابوليك الكالوزز في نفس الوقت، الاثنين في نفس المكان، ولازم تعرفوا تعرفوها ازاي، يعني ازاي الميتابوليك اسيدوزز وميتابوليك الكالوزز في نفس الوقت، في نفس الوقت، ولازم تبقوا عارفين هتقروها ازاي. طيب ايه بقى موضوع اول كلمه البرايمري والسكندري والميكسد ده؟ انا عاوز اقيم قوه الديس اوردر، دول اللي بيقيموا لي قوه الديس اوردر، مين الاقوى، قوته عامله ازاي، ليه؟ يعني مثلا انا لو عندي ديس اوردر واحد قوي وواحد بس وقوي، هنا هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسم الديس اوردر ده انت متخيل اقرب انك تحط انهي كلمه، برايمري ولا سكندري ولا ميكسد؟ برايمري. اكيد برايمري، حاجه واحده تبقى برايمري، صح؟ طيب عندي اثنين ديس اوردر، عندي اثنين ديس اوردر والاثنين بنفس القوه، مفيش واحد اعلى من الثاني، الاثنين بنفس القوه، متخيل تحط اول كلمه ايه؟ ميكسد. طيب لقيت اثنين عنده اثنين ديس اوردر بس عنده واحد قوي وواحد اضعف، هتسمي اول واحد ايه اللي هو القوي؟ هتسميه ايه؟ برايمري. الاولاني برايمري والاضعف سكندري. بالظبط. طيب هل ينفع عيان يبقى عنده سكندري بس؟ هل ينفع عيان يبقى عنده سكندري بس؟ يعني اقول ايان ده عنده سكندري ميتابوليك اسيدوز؟ لا يبقى وجود السكندري مترتب على ايه؟ وجود السكندري مترتب على وجود البرايمري، صح؟ يبقى انا عشان افصل الاثنين ديس اوردر اللي برايمري وسكندري يبقى لازم يبقى عندي الاول ايه؟ الاقوى هيبقى البرايمري والاضعف هيكون سكندري. انا لو عندي، لكن وجود البرايمري ده مش معناه ان لازم يبقى عندي سكندري، ممكن يبقى عندي برايمري بس واقعد ادور على السكندري ما لقيش عنده حاجه، يبقى ده ساعتها هكتفي بايه؟ بكلمه برايمري ميتابوليك اسيدوزس. ده معناه يعني عنده ديس اوردر واحد بس وهو ده القوي وهو ده الايه اللي مغير البي اتش وملعبك الدنيا وهفكر فيه. طب لقيت اثنين عنده اثنين والاثنين بنفس القوه لدرجه ان البي اتش كانت نورمال، يبقى ساعتها هتسميه ايه؟ ميكسد اسيد بيز ديس اوردر. هنا مفيش برايمري وسكندري، مفيش واحد اقوى من الثاني، الاثنين بنفس القوه والاثنين هتتعامل معاهم والاثنين هتتعامل بنفس الطريقه وبنفس التركيز. طيب عندي بقى اثنين، واحد قوي وواحد ضعيف، فالاقوى هتقول عليه ده برايمري والاضعف هتقول عليه ده ايه؟ ده سكندري. هتهتم بمين اكتر؟ يعني مين اللي هيغير لك البي اتش ناحيته، البرايمري ولا السكندري؟ برايمري. اكيد البرايمري هو اللي هيتغلب ان هو الاقوى، بس ده ما يمنعش ان ده ما يمنعش وجود مين، ان في حاجه سكندري. اي نعم مش هتبقى مش هتغير قوي عشان في حاجه ماسك عليها، في حاجه كبيره هي مغطيه عليها، بس ده ما يمنعش وجوده. وده اللي يفسر لك دايما الناس اللي ما بتفهمش ازاي تقرا برايمري وسكندري وميكسد، انك تلاقي العيان ايه، يبقى عنده برايمري وسكندري، يعني عنده اثنين ديس اوردر وواحد اقوى من الثاني، فالاقوى برايمري والثاني سكندري، وهي ما بتعرفش السكندري اساسا، ما بتعرفش تقراه، فبتقرا البرايمري وتسكت. لما تعالج العيان ده وتحشره البرايمري، السكندري يظهر از ايه؟ از ايه؟ برايمري. از برايمري. يبقى انا لما يبقى عندي عيان عنده اثنين ديس اوردر والاقوى هيبقى البرايمري والاضعف سكندري، انا لما هتعامل مع البرايمري واشيله خلاص ما بقاش موجود، السكندري هيظهر لي از ايه؟ از برايمري. مفيش حاجه بقى هتغطي عليه ده، فهيظهر كبرايمري. وتلاقي دايما تلاقي مثلا حد فيزيشن قرا لك اللي بيجي يقول لك العيان ده غريب. ايه يا عم غريب ليه؟ يقول لك ده كان ميتابوليك اسيدوزس علاجته بريسبيراتوري الكالوزس، بيقلب عيان بيقلب. لا هو الموضوع العيان مش بيقلب ولا حاجه، انت مش عارف تقرا اي بي جي كويس، لان العيان ده لو انت بتقرا قرايه بروفيشنال من اول قرايه ليه هتقول ده عيان ده عنده برايمري ميتابوليك اسيدوزس سكندري دكتور مروان الصوت راح خالص. اثنين برايمري واثنين واحد قريتهم من الاول هتتعامل مع البرايمري من الاول، تظهر لك البرايمري اللي انت عارفها ومتوقعها، راح خالص كده الدنيا. دكتور مروان الصوت راح خالص، رجعت الحمد لله على السلام. من اول ايه بقى راح؟ من اول الفيزيشن اللي مش بروفيشنال اللي بيقرا الاي بي جي. يعني زي ما قلنا كده، فيزيشن يجي يقرا لك الحاجه كبرايمري بس هو ما يعرفش يقرا السكندري. فسي لو انا عندي السيناريو بتاعي برايمري، مثلا عيان مثلا عنده برايمري ميتابوليك اسيدوزس،
وسكندري ريسبيراتوري الكالوزز، يعني الميتابوليك اسيدوزز اللي في البرايمري واللي في السكندري هي ريسبيراتوري الكالوزز. فمجرد ما هو مش عارف يقرا السكندري، مش مكتشفها ولا عارفها ولا عالجها، هو عارف يقرا البرايمري بس اللي هي ايه، اللي هي الميتابوليك اسيدوزز. اول ما يعالجها ويشيل السبب دوت ويشيل البرايمري، السكندري بيظهر له كايه، كبرايمري، بيظهر له ريسبيراتوري الكالوزز تظهر له كبرايمري بقى، عشان خلاص هو شال البرايمري، فالسكندري يظهر له از ايه، از برايمري. فيجي يقول لك بقى ايه، العيان ده بيقلب، الاول كان ميتابوليك اسيدوزس، بعد ما صلحت بقى ريسبيراتوري الكالوزز. هو مش بيقلب ولا حاجه، لكن انت ما بتعرفش تعمل انتربريتيشن للارتيريال بلاد جاز الصح، ما بتعرفش تقرا صح. انت من البدايه لو بتقرا كبروفيشنال هتقول العيان ده من الاول، مش هتقول بقى ميتابوليك اسيدوزس، هتقول برايمري ميتابوليك اسيدوزس سكندري ريسبيراتوري الكالوزز. فهتتعامل مع الميتابوليك اسيدوزس اللي انت شايفها، وهتتعامل مع ريسبيراتوري الكالوزز اللي انت مش شفتهاش هتتعامل معاها. ولما تشيل الميتابوليك اسيدوزز هتتوقع على طول ان ريسبيراتوري الكالوزز تظهر لك، اللي انت اساسا هتبقى عامل حسابها من الاول وبتعالجها. وده فرق ما بين البروفيشنال وما بين المش بروفيشنال، سواء في الكلينيكال فارماسيست او في الفيزيشن. طيب يبقى عرفنا احنا لازم بقى نتعلم قرايه بروفيشنال، يبقى انت لازم تعرفني نوع الديس اوردر وقوته، عشان لما اقرا قرايه اي بي جي واقول ده ميكسد، يبقى هتعامل مع الاثنين بنفس القوه وبنفس التركيز وبنفس كل حاجه. لما تعالج مع، لما تتعامل مع عيان برايمري وسكندري، لا هتعامل مع البرايمري اكتر، وده ما يمنعش ان ما تعملش مع السكندري، لا هتعامل مع السكندري بس تركيز مع البرايمري اكتر. اما عيان برايمري بس خلاص انا ببقى مطمن ان ما عندوش حاجه سكندري، وعملت له اكسكلود ان ما عندوش سكندري اسيد بيس ديسورد. تاني حاجه، تاني كلمه هتحطها هي ايه؟ المشكله احنا حسبناها حسب القوه، طب تاني حاجه مكانها فين؟ مكانك فين اللي بتركز فيه، اللي هتبدا تعمل الدياجنوز، الديفرنشال دياجنوز بتاعك فيه، والاكزامينشن، وهتديني قرار فيه. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ او في ميتابوليك، فهتقول ميتابوليك صح؟ مش دي تاني كلمه هي ريسبيراتوري ولا ميتابوليك؟ طيب تالت كلمه، هو ايه الديس اوردر اللي حصل؟ التايب بتاع الديس اوردر اللي حصل ايه؟ ايه اللي حصل؟ هو حصل اسيدوزز ولا حصل الكالوزز؟ ايه اللي حصل؟ دي تالت كلمه. فلازم نبقى عارفين ازاي هنقرا وازاي هنملى التلات كلمات. يبقى الاول كلمه الديفيرتي بتاعت الديس اوردر برايمري او سكندري او ميكسد، تاني كلمه هو ريسبيراتوري او ميتابوليك، المكان بتاع الديس اوردر حصل فين، مين المسؤول عنده، تالت كلمه ايه اللي حصل، هو اسيدوزز ولا الكالوز. اي اسئله في الجزء ده؟ اي اسئله لغايه النقطه دي؟ اي اسئله؟ عشان خلاص احنا فاضل لنا حاجه بسيطه ونكمل المحاضره الجايه. اي اسئله لغايه النقطه ديت؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب النهارده احنا هناخد قرايات البرايمري، هناخد قرايات البرايمري. المحاضره الجايه ان شاء الله هناخد الميكسد والسكندري. فالنهارده لو انتوا طلعتوا من الليكتشر وتعرفوا تيرو برايمري صح كده، يبقى انا نجحت ان انا اوصلكوا للنقطه اللي انا عاوز اوصلكوا ليها من محاضره النهارده. طيب هنقرا ازاي البرايمري ونقول هنت صغيره كده على الميكسد سريعه نفردها في المحاضره الجايه؟ بصوا شباب، في كذا ثيورز بتوضح لي ازاي اقرا اي بي جي، في كذا حاجه بتوضح لي. يا جماعه سمحت لو الصوت اتقطع قولوا لي بسرعه، يعني ما تسيبونيش اشرح. في كذا ثيوريز بتوضح ازاي تقرا اي بي جي، من ضمنهم المارك او اللاين اللي هي اللي هي الاسهم، نظريه الاسهم، ودي اسهل واكتر طريقه، هي مور اكوريت، دقيقه وسهله وبسيطه. وفي قرايه الاي بي جي في مدارس كتيره، في الاوروبيان وفي الامريكان. انا عن نفسي هشرح لكم الامريكان، مش هشرح الاوروبي، ان انا هشرح الطريقه دي اللي هي الامريكان. الامريكان عشان هي ادق، الاوروبيان هي اللي بتتكلم بالكومبنسيشن ومش الكومبنسيشن، وبتقول ان في حاجه اسمها كومبنسيشن، وكمان بيسالك يقول لك ده فول كومبنسيشن ولا بارشال كومبنسيشن والكلام ده. اللي جت الامريكان نفته وقالت ما ينفعش يتقال، ودايما وانت بتقرا وانت بتفهم حاجه، لما تلاقي حاجه جايبه سيرتها، يعني جايبه يعني موضوع كده حاجه مش جايبه سيرته خالص، وكتاب تاني او ريفرنس تاني جايب سيرته وبينفيه، طبيعي مين اللي هيكون اكيوريت؟ اللي مش جايب سيرته ولا اللي جايب سيرته ونافيه؟ اكيد اللي جايب سيرته ونافاه هو اللي هيبقى مور اكيوريت، هو اللي انا هاخد بيه. فلما حاجه يعني يجي الاوروبي يقول لي في حاجه اسمها كومبنسيشن ودي في حاجه اسمها بارشال كومبنسيشن وكمبليت كومبنسيشن،
لما اجي اقارنه بالامريكان لما يقول لي مفيش حاجه اسمها كومبنسيشن وده ميزد اكسبريشن ويبدا يقول هو ليه حلل وفكر ان ينفي بموضوع الكومبنسيشن فاكيد هو ده اللي هيبقى مور اكوريت وعشان كده انا شغال بالامريكان. طيب تعالوا نشوف بقى المدرسه الامريكان دي بتقول ايه بطريقه سهله جدا وبسيطه هقولها لكم وكالعاده نحفظ حاجه بسيطه ونرجع نفهمكم انتوا قلتوا كده ليه عشان لو ما جبتوهاش بالحفظ البسيط تجيبوها ايه بالفهم. طيب الاي بي جي طبعا اول حاجه هتاكد بالساتوريشن بتاعه انه ارتيريال لو انا هقيمه كارتيريال كفيرست برزنتيشن او حاجه شيست. الترتيب اللي هتبص عليه بنفس الترتيب ده بي اتش كربون دايوكسيد باي كاربو بنفس الترتيب. مبدئيا قبل ما اقول لك هتقراه ازاي خلي بالك ان انت بتقرا مش بتقرا مع نفسك وتدي قرار. امال انا بعمل ايه؟ انت بتقرا وبتنزل تعمل وبتعمل ديسكشن مع حد قاري وهياخد قرار على قرايته. طيب انت محتاج ان انت تبقى متاكد ان قرايتك فين اكتر؟ في ان انت تقرا مع نفسك ولا ان انت تقرا وهتناقش وهتجادل مع واحد هيحاول يطلعك غلط او هتتحاول انت تطلع نفسك صح؟ اكيد انا محتاج ابقى متاكد ان قرايتي مليون لو انا بحتاج وانا بقرا الحاجه واقيمها مع نفسي 100% فانا محتاج لو هعمل ديسكشن واخش في جدال مع واحد وطبيعي ان هيبقى ليه راي مختلف عن رايي وطبيعي ان انا مش هبقى متاكد 100% ده انا عايز ابقى متاكد مليون في المية صح؟ طيب ليه مليون في المية؟ والله حضرتك بتقرا ولو انت متاكد ان قرايتك بنسبه 80% بتنزل بسم الله الرحمن الرحيم تعمل ديسكشن لو انت شغال اي سي يو مش في حاجه هوت مش في حاجه زي الكريتيكال او الكلام دوت اول ما تتكلم مع الفيزيشن اللي عنده كذا دائره اللي بيجي بتاعه كذا اول ما هو يقول لك لا ده مش ميتابوليك اسيدوزس ده ريسبيراتوري الكالوزس او ريسبيراتوري اسيدوزس اول ما يقول لك بس كده ال 80 دي بقت 70 اوتوماتيك كده ال 80 بقت 70 بعد كده بيخش شويه فيبدا يجادلك لا يا دكتور اصل انا قريت كذا ودي نسبه كذا مع نسبه كذا تبدا ال 70 تبقى ايه تبقى 60 تطول معاه شويه يقول لك كلمه ما تعرفهاش حاجه هنا حاجه هنا بقى انت ايه تطلع كانك ولا انت عارف تقرا اي بي جي اساسا تقول لا ده انا ما بعرفش اقرا اي بي جي تعالى يا عم علمني ازاي اقرا اي بي جي وده اللي حصل مع ناس كتيره جدا. طيب معايا لا الكلام مش هيبقى كده خالص انت هتقرا اي بي جي وهتتاكد هتعمل كونفيرم على قرايتك قبل ما تعمل ديسكشن بيها قبل ما تروح تعمل ديسكشن لا ده انا هقرا وهتاكد الاول ان قرايتي صحيحه ولا لا وبعد كده اعمل ديسكشن براحتي ورايك هيبقى هو الصح والديسكشن هتبقى تكون بي تراستد عندك ثقه بنفسك وهتعمل الديسكشن وهيبقى رايك هو الصح. فازاي بقى تعالوا نشوف ازاي هنتعلم ازاي نقراه وازاي كمان ناكد على قرايتنا قبل ما نخش في الديسكشن ديت. هنعمل زي كالاتي. اول حاجه نبص على الساتوريشن واتكلمنا فيها بما فيه الكفايه. ثاني حاجه هنبص بنفس الترتيب. انا قلت بي اتش كربون دايوكسيد باي كارب. ما قلتش بي اتش باي كارب لا قلت بي اتش ليه؟ كربون دايوكسيد باي كارب. اول حاجه تعملها حضرتك حط الريفرنس قدام عينك حط لو الريفرنس مش موجوده اكتبها البي اتش اللون بتاعها ايه تكتبه ودي اول نقطه لما تقرا 300 اي بي جي او 400 اي بي جي ساعتها بقول لك يا عم بقى اقرا على طول فهلوه من غير ما تحط ريفرنس ومن غير ما تعمل الكلام اللي انا هشرحه دلوقتي لان والله هتغلط الحاجه اللي هتشوفها عاليه اللي هتقول عليها عاليه لو ركزت فيها هتلاقيها قليله والحاجه القليله انت قلت عليها قليله لو ركزت فيها هتلاقيها كتيره وحاجات كده بتحصل يعني بتشوف العجب يعني من سرعه الـ القرار او من سرعه الحاجه. طيب اول حاجه الريفرنس بتاعتك بعد حاجه ايه تبص على البي اتش والكربون دايوكسيد تبص على البي اتش هي نورمال ولا مش نورمال ده كل اللي عاوزك تعمله هي نورمال ولا مش نورمال لو مش نورمال اكتب ايه اكتب اب نورمال لو مش نورمال اكتب اب نورمال. طيب بعد كده بص على الكربون دايوكسيد بريشر شوف هي جوه الفاليو ولا لا لو جوه خلاص يبقى نورمال لو مش جوه اكتب ايه اكتب اب نورمال يبقى دي حاجه بسيطه اشوف الرقم هو في الريشيو اللي قدامه ولا لا لو في الريشيو يبقى نورمال لو مش في الريشيو يبقى اب نورمال حاجه اقولها لك كده وانت مغمض عينك لو لقيت الاثنين اب نورمال لو لقيت البي اتش اب نورمال الكربون دايوكسيد اب نورمال الاثنين بره الفاليو وانت مغمض اكتب ايه اكتب برايمري وانت مغمض يعني اكتب برايمري. طيب لو لقيت واحده ابنورمال البي اتش لقيتها ابنورمال جيت بصيت على الكربون دايوكسيد لقيتها نورمال لقيتها في النورمال ريشيو بالشكل ده او بصيت على البي اتش لقيتها نورمال وجيت بصيت على الكربون دايوكسيد لقيتها ابنورمال بالشكل ده
يعني اتجاه الابنورماليتي في واحده بس. لو لقيتها بالشكل ده وانت مغمض، وانت مغمض اكتب ايه؟ اكتب ميكست. وطبعا السكندري ما بيتشافش في الاول صح، لما يلاقيه لو ميكست خلاص ما فيش سكندري. لو هو ميكست انا مش هدور على سكندري اساسا، لكن لو برايمري هو هدور على سكندري. يبقى احنا اتفقنا هنبص اول حاجه، هنبص على البي اتش، هنبص على الكربون دايوكسيد بريشر. لو لقينا الاثنين ابنورمال هنكتب ايه؟ برايمري. لو لقينا واحده ابنورمال والثانيه نورمال، وات ايفر اني فيهم النورمال وانهي الابنورمال، هنكتب ايه؟ هنكتب ميكست. طيب نرجع، حد اسئله في الجزء ده؟ طيب. بعد كده تعمل ايه لو انت في البرايمري؟ والله اشوف اتجاه الابنورماليتي. يعني احنا اتفقنا خلاص ان انا، انت قلت لي هتبص على بي اتش لقيتها ابنورمال، وكربون دايوكسيد لقيتها ابنورمال. اول ما تلاقي الاثنين ابنورمال قلت لي اكتب برايمري. طب انا كده بدي احط الكلمه الاولى، طب الكلمه الثانيه احطها ازاي؟ شوف اتجاه الابنورمالتي ده ايه من الريفرنس بتاعتك. يعني مثلا الابنورمالتي بتاعت البي اتش متغيره، تغييرها ده ايه؟ فوق ولا تحت؟ وحط مكانه سهل. فمثلا لو لقيت البي اتش مثلا عالي زايد، اعمل علامه سهم لفوق. كربون دايوكسيد بريشر شوفها هي كمان، لو لقيتها زايده هي كمان كده اعمل برضه زايد. طيب الحاجه بقى، لو لقيتك وانت مغمض، لو لقيت اتجاهات الابنورماليتي، اتجاه الابنورماليتي في نفس الاتجاه مع بعض، شفت انا قلت لك ايه؟ مع تكتب وانت مغمض ايه؟ ميتابوليك. يبقى مع ميتابوليك، والميتابوليك ده لا اما الاثنين يبقوا فوق او الاثنين يبقوا ايه؟ يبقوا تحت. الاثنين هنا هتبقى دي برضه هتبقى اسمها ايه؟ ميتابوليك. لو الاثنين مع بعض طالعين او الاثنين نازلين، ادام قلت مع بعض افتكر كلمه ايه؟ ميتابوليك. طب لو عكس بعض بالشكل ده، يعني بصيت على البي اتش لقيتها عاليه، بصيت على الكربون دايوكسيد لقيتها قليله بالشكل ده، او بصيت على البي اتش لقيتها قليله وبصيت على الكربون دايوكسيد لقيتها عاليه بالشكل ده. لو لقيت الشكل ده ان هم عكس بعض، يبقى تكتب ايه؟ هتكتب ايه وانت مغمض؟ ريسبيراتوري. حد عنده اسئله لغايه هنا؟ يبقى عرفنا اول كلمه هنكتب انها برايمري لو الاثنين ابنورمال، لو واحده فيهم نورمال وواحده ابنورمال هنكتب ميكسد. طيب في البرايمري بيكمل بقى البرايمري عشان هي بقيت محاضرتنا النهارده. لو لقينا نشوف اتجاهات الابنورماليتي، لو الاثنين ماشيين مع بعض سواء الاثنين زايدين او الاثنين ناقصين هنكتب ميتابوليك، لو عكس بعض هنكتب ريسبيراتوري. ثالث كلمه هتحطها حضرتك هي ايه؟ التايب. هو اسيدوزز ولا الكالوزس؟ فاحنا قلنا البي اتش ابنورمال وابنورمال، فالاثنين كده هنكتب ايه؟ برايمري. هنشوف اتجاهات الاسهم. فمثلا لو لقينا اتجاه اكزامبل زي كده مثلا، الاثنين عاليين، قلت هتكتب ميتابوليك، ادي جبت الكلمه الثانيه. ثالث كلمه هو ايه اللي حصل؟ الاسيدوز ولا الكوز؟ ارجع ابص على البي اتش بس، على سهم البي اتش بس، تعمله ثاني. البي اتش لما تزيد هنا تعمل ايه؟ يعني ده حصل في البلاد ايه؟ ها الكالوزس صح؟ يبقى كده البرايمري ميتابوليك هيكون ايه؟ مش ده البرايمري هو اللي هيغير الدم؟ اه، فده هيكون ايه؟ الكالوز بالشكل ده. طيب لو الاثنين كانوا لتحت بالشكل ده، يبقى هبص كده هقول كده برضو برايمري ميتابوليك، بس هكتب ايه؟ هكتب هبص على البي اتش الاقيها قليله، فهقول برايمري ميتابوليك ايه؟ اسيدوز صح؟ طيب حد كده عاوز، حد عمره ما قرا اي بي جي، حد كده بيسمعني عمره ما قرا اي بي جي في حياته واول مره يسمع على الموضوع الاي بي جي ده دلوقتي، يفتح المايك. انا يا دكتور مروان. دكتوره مين؟ رنا. دكتوره رنا انت عمرك ما قريت اي بي جي؟ لا، لوحدي كده وامسكه اقراه لا، كان بيبقى حد بيقرا قدامي. طيب ايه رايك تقريه؟ هنحاول. رايك تقريه دلوقتي؟ طب يلا. طب انت حفظت الاول الكونسبت اللي انا قلتهم؟ اه اوكي معايا. طيب هو احنا لو البي اتش والكربون دايوكسيد عكس بعض كنت بتكتبي ايه؟ ده اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، لو الاثنين عكس بعض هيبقى ريسبيراتوري، وبعد كده بنبص على البي اتش بس صح؟ اه طيب يلا بقى، انا هدي لك اي بي جي بتاع عيان بالارقام وهتقريه. تمام ادي اهو وادي اهو وادي
اهو. اول خطوه هتعمليها هي دكتور دكتوره مين دكتوره رنا؟ يا دكتور معاك. نكتب الريفرنس مع بعض ولا مش محتاجينها؟ لا مفيش مشكله، لما نكتبها البي اتش هيبقى من 7.35 ل 7.45، والكربون دايوكسيد هو كده نورمال لانه من 22 ل 22. ما تحكميش عليه نورمال، اكتبي لي ريفرنس بس، اديني ريفرنس بس، اديني ريفرنس بس، اديني ريفرنس بس 44. والباي كارب من 22 ل 26. على فكره لو كتبنا من 35 في ال 45 صح مش غلط، هي صح برضه. ماشي اوكي ماشي طيب. يلا يا دكتوره رنا يلا بي اتش يلا نعمل نورمال ولا ابنورمال؟ ابنورمال. كربون دايوكسيد ابنورمال. الاثنين ابنورمال يبقى برايمري. تمام. الاتجاه الابنورمال هتعملي ايه بعد كده؟ هتعملي ايه الخطوه الثانيه؟ هشوف البي اتش هو قليل والباي كارب برده قليل، فيبقوا الاثنين قليلين زي بعض. نعم كده لتحت صح، اتجاه اسفل صح. اشوف اتجاه الابنورمال قد ايه. كربون دايوكسيد برده ايه قليل، الاثنين قليلين مع بعض هتكتبي ايه؟ ميتابوليك. طيب بعد كده هتعملي ايه يا دكتور؟ انا عاوز اعرف ايه اللي حصل في الميتابوليك، هعمل ايه؟ هبص على سهم البي اتش لوحده قليل يبقى اسيد دوزز، يبقى برايمري ميتابوليك ايه؟ اسيد دوزز. طب يا دكتوره حضرتك قريتي بس انت مش عارفه قريتك صح ولا غلط صح؟ تيجي نتاكد. اوكي دكتوره رنا، هو يعني برايمري ميتابوليك اسيد دوزز؟ يعني العيان عنده مشكله فين؟ يعني ايه عيان برايمري ميتابوليك اسيد دوزز؟ يعني عنده مشكله فين؟ ممكن في اي حاجه غير اللنج. تمام، يعني هتترجم ان انا اشوف الديفكت او اللي تشينج ده في ايه، في كربون دايوكسيد ولا في بايكارب؟ في بايكارب. تمام حلو قوي. يبقى انت قلتي لي دلوقتي ان العيان ده برايمري ميتابوليك اسيدوزيس، يعني عنده المشكله ميتابوليك، فاكيد اللي تشينج اللي هو السيجنيفيكانت اللي هيبقى عنده المشكله هتبقى عنده في بايكارب. تمام. طب الميتابوليك اسيدوزيس ديت كان يبقى البايكارب فيها كان عالي ولا لما كان بيبقى قليل؟ الميتابوليك اسيدوزز كان بيبقى البايكارب قليل. صح، البايكارب كان بيبقى فيها قليل، اللي احنا قلنا البايكارب لما بيزيد عكس الثانيه صح، كان بيبقى ميتابوليك الكالوزز، لما بيقل بيبقى ميتابوليك اسيدوزز. طيب تعال نشوف هنا كده هنا البايكارب هنا قليل ولا مش قليل يا دكتور؟ قليل. قليل، يبقى ريتك صح ولا مش صح؟ ان شاء الله صح. ان شاء الله صح، ريتك فعلا صح، ده برايمري ميتابوليك اسيدوزيس، وانت كده عملت كونفيرم. بالرغم لو تاخدي بالك انا ما استخدمتش البايكارب في قرايتي خالص، انا كل تركيزي كان على البي اتش وعلى الكربون دايوكسيد بريشر. تمام، وهقول لكم برضو تفسير هو ليه انا قلت كده. طيب حد تاني غير الدكتور رنا؟ حد تاني غير الدكتور رنا بيكون برضو عمره ما قرا البي جي في حياته؟ انا يا دكتور عمري ما قريت. دكتوره مين؟ دكتوره رحمه. ايوه دكتور مع حضرتك. معايا؟ مع حضرتك. تمام طيب يلا دكتور نيرو تقريبا مش يا جماعه. هو على فكره الاكزامبل دي انا اللي عاملها، يعني انا اللي مخترعها، يعني ممكن الارقام ما تبقاش اكيوريت، انا كده مخترعها مع نفسي، ما ينفعش تخترعها. غير كده انا بركز في الاكزامبل اللي شرحت منه البرايمري، يعني ممكن يبقى الاكزامبل ده فيه حاجه سكندري بس احنا ما دورناش عليها، ان احنا لسه ما شرحناش السكندري. اوكي يلا شباب، يلا دكتور رحمه. طيب تمام، اول حاجه هنكتب الريفرنس برايمري ريسبيراتوري الكالوسيس. هو دكتوره من رحمه اللي معايا ولا انا؟ هو في حد تاني بيتكلم انا مش عارفه هو مين. اكن انا ما سمعناهوش، اكن انا ما سمعناهوش. دكتوره احمد يلا احمد.
يلا نشتغل. احنا الاول هنكتب الريفرنس بتاعنا 7.35 و 7.45 و 36.44 و 22 26. كده انا عندي البي اتش ابنورمال والكربون دايكسيد ساتوريشن برضو ابنورمال. يبقى انا عندي اول حاجه خالص برايمري. تمام. بعد كده نشوف الاتجاه بقى اللي الاتجاه بتاع الابنورماليتي. عندي البي اتش زياده هعمل سهم لفوق والكربون دايكسيد سهم لتحت يعني عكس بعض يعني ريسبيراتوري. البي اتش عاليه يبقى عندي الكالوزيس. نتاكد يا دكتوره. طيب تمام. على فكره لما بقول لكم تتاكد مش معناها ان انا يعني ان هي بتبقى متشككه فانتوا محتاجين التاكيد، لا انا عشان اخليكم تبقوا واثقين من نفسكم بس مش اكتر، لكن من غير ما نتاكد انا عارف انها تطلع صح. طيب يلا. يعني ايه ريسبيرتوري الكروز دكتوره؟ يعني العين عنده مشكله فين؟ يعني مشكله في اللونج. يعني هتشوفيها على هيئه ايه؟ الاساسي في اللونج ممكن يكون عنده مشكله ثانيه يعني. ماشي. يعني مشكله يعني دي هيبقى مشكله في اللنج. يعني مشكله اللنج دي تترجم للتشنج فين في الاي بي جي؟ الكربون دايكسيد. تمام. الكربون دايكسيد هيحصل له ايه في الريسبيراتوري الكالوزس؟ بيبقى عالي ولا بيبقى قليل؟ فاكره احنا اول حاجه حفظناها لكم ان الكربون دايكسيد لما يزيد كانت بتبقى ايه؟ اسيدوزس. يبقى لما بيقل الكالوزس. طب هو فعلا قليل؟ اه قليل. يبقى ريتك صح ولا لا؟ تمام. يبقى ريتك صح. كده احنا ننهي محاضرتنا النهارده بهذا القدر. احنا قدرنا نعرف نقرا البرايمري. المحاضره الجايه ان شاء الله هنقول احنا نفسر احنا ليه عملنا كده، احنا ليه لما قلنا الاتجاهات مع بعض قلنا ميتابوليك، وليه قلنا الاتجاهات لما هتكون عكس بعض قلنا ريسبيراتوري. تمام. وايه موضوع اللي تشينج الثاني؟ ما احنا برضو البايكارب كانت متغيره، لما قلت دلوقتي ريسبيراتوري البايكارب هي متغيره، ولما هناك قلت ميتابوليك كربون دايكسيد كانت متغيره. نعرف الكلام ده كله في المحاضره الجايه، ونتكلم على الميكس ازاي هنقراه، ونعرف ازاي السكندري نقراه ان شاء الله في المحاضره الجايه. نكون هتبقى اخر محاضره في القراءات في الاي بي جي انتربريتيشن، وبعد كده بقى يكون الشهر الجاي ان شاء الله نبدا نفرد الميتابوليك اسيدوزز لوحدهم بعد ما بنعرف نقراه، نعرف بقى نقول ايه مين هم بقى الميتابوليك اسيدوزز وازاي هنعرفها وايه الحاجات الديس اوردر والديفرنشال بتاعهم وكل ديزيز فيهم هنعالجه ازاي وهنعمل ايه. وتجرب بقى انك تشتغل بروفيشنال كلينيكال فارماسيست، ان انت بتعالج عيان وانت بتعمل الانتربريتيشن بالاي بي جي بتاعك وانت شغال، عارف هو ده في ايه وامتى العيان اتحسن ولا ما اتحسنش، وتسحب اي بي جي وتشتغل وتسحب وتشتغل، وعارف الدنيا كده بتتحسن الدنيا كده ما بتتحسنش، امتى هشتغل على الكوز بس، امتى هشتغل على الاسيدوزس كاسيدوزس، وازاي هنفكر وازاي هنعمل. ان شاء الله هناخده مع بعض في المحاضرات الجايه. كده انا خلصت محاضرتي النهارده. يا رب يكون دمي كان خفيف عليكم النهارده، ولو في اي اسئله او اي حد عنده استفسار عن اي حاجه انا معاكم. شكرا جزيلا يا دكتور، يعني ربنا يبارك في علم حضرتك، ضفت لنا كتير. شكرا. عفوا دكتور، ربنا يخليك. حد عنده اسئله ثانيه يا جماعه؟ حد عنده اسئله؟ شكرا يا دكتور، جزاك الله الف خير. عفوا دكتور. زينك انك نستنى المحاضره الجايه عشان دي هنفهمها في الريسبونس لما هنيجي نفرد، يعني لما اجي اتكلم في ميتابوليك اسيدوز اقول لك ازاي ده يحصل وايه الريسبونس اللي يحصل ويعني ايه يحصل هايبر فنتيليشن ويعني ايه يحصل هايبر فنتيليشن ويحصل ازاي، كل ده انا هتكلم عليه بتفصيل التفصيل. مش اصلا يعني انت يعني هو انا مش هقول ان هو هيحصل ميتابوليك اسيدوز فالتارجت مش هيحصل. حد على الشات والله فانا ما على رسول الا البلاغ، بس حضرتك قلت. طيب انا طيب اوكي هجاوبها للناس اللي هي يعني الناس اللي ماشيه معايا ستيب باي ستيب ما لهمش دعوه بالكلام ده. الناس التانية اللي عاوزه تسال في حاجه لسه ما خدناش انا هجاوبهم، هضطر ان انا اجاوبها عشان ما اجاوبهمش. اللي بيحصل في الميتابوليك اسيدوزز بيحصل ريسبونس ان التارجت ان الاورجن يرد على الاورجن ان يهديه، يعني يعمل حاجه تهديه تقلل. فمعنى ان العيان يبقى عنده ميتابوليك اسيدوز اللنج تبقى عاوزه تعمل ايه؟ تبقى عاوزه تعمل ريسبيراتوري الكالوزز. يعني ايه تعمل ريسبيراتوري الكالوزز؟ يعني تقلل الكربون دايكسيد. فتقلله ازاي؟ ان هي تتخلص منه، يعني تعمل له ووشنج. فيحصل ايه؟ يحصل تاكيبنيا. يعني ايه تاكيبنيا؟ يعني هايبر فنتيليشن، يعني الرئه اللنج
ياخد لها اوردر سويت ريسبيراتوري ليت عشان تتخلصي من الكربون دايوكسيد عشان الكربون دايوكسيد يقل فتعمل ريسبيراتوري الكالوزيس تهدي الميتابوليك اسيدوسيس اللي عندي، ولكن عمرها ما هتعادلها، عمرها ما هترجع البي اتش النورمال. فطبيعي ان الميتابوليك اسيدوسيس انك تشوفه على مستوى اللنج بي هايبر فينتيليشن، والميتابوليك الكالوزيس طبيعي انك تشوف له ريسبونس على اللنج بي هايبو فينتيليشن. وده اللي يفسر عيان الميتابوليك اسيدوسيس ان يخش لك مثلا عيان الدي كي اي، ده مثال للميتابوليك اسيدوسيس، يخش لك العيان ده بتاكيبنيا، تلاقيه داخل بتاكيبنيا، ودي انا بسميها اللي هي اسمها كوزمال ساين. دي اسمها كوزمال ساين. يعني ايه كوزمال ساين؟ يعني انك تشوف عيان تاكيبنيك على ميتابوليك اسيدوسيس فتبقى فاهم ان ده ايه، ده ريسبونس، ده مش ديس اوردر في اللنج. امال ده ايه؟ ده ريسبونس خدته اللنج ان هتعمل هوش تتخلص من كربون دايوكسيد عشان تعمل ريسبيراتوري الكالوزيس يهدي الميتابوليك اسيدوسيس اللي عند العيان. وبالتالي اول ما بتعالج الميتابوليك اسيدوسيس اللي عند العيان خلاص اللنج مش محتاجه تعمل الكلام ده، فالهايبر فينتيليشن او التاكيبنيا بتهدى والريسبيراتوري ريت يرجع لوضعه الطبيعي. الكلام اللي انا بقوله ده مش مطالب الناس اللي ماشيه معايا واحده واحده تعرفه خالص، لان انا هقوله بتوضيح اكتر المحاضره الجايه. ليه بقى؟ هنشرح بقى المينتو فينتيليشن والاستيميوليشن الكلام دوت والانهيبيشن، وازاي ده هيبقى قد ايه، وده هيبقى رقمه قد ايه، وازاي هعرف الريسبونس، وايه السكندري. الكلام ده كله هنعرفه في المحاضره الجايه بالتفصيل. حد عنده اي اسئله تانية حتى لو حاجه لسه ما قدام؟ بعد اذن حضرتك اتفضلي. حضرتك الطريقه اللي شرحتها دي تتطبق على الاي بي جي بس، لكن الفينوس بلاد جاز مش معانا في الموضوع ده صح؟ لو هتسحبي بقى بالفي بي جي مش خلاص انت حددت العيان ده ايه. يعني زي مثلا انا لقيت العيان دي كي ده يعني دايبيتيك كيتو اسيدوز، دي حاجه ميتابوليك. المشكله ان البي اتش بتاعت العيان ده بتبقى ايه، بتكون البي اتش قليله والبايكارب بيكون قليل، فخلاص انا بقى تركيزي هبقى مع مين، مع بايكارب. فلما هاجي اسحب في بي جي مش هبص للكربون دايوكسيد، مش هتفرق معايا، كل تركيز على مين، على البايكارب، ان ترجع لمين، للنورمال. فكل ما اسحبها ابص على بايكارب، ابص على بي اتش وبايكارب، بي اتش وبايكارب بس. ودي هتبقى سهله يعني في الفي بي جي، انت ما بتبصش بقى على كربون دايوكسيد، فمش محتاجه تعمل بقى انت بتبص لمين، فاهم، فوق ومن تحت. انت خلاص انت حددت ان مشكلتك واحده ومشكلتك انها برايمري في مكان واحد، فخلاص الموضوع بقى بالنسبه لك بسيط، مش موضوع سكندري او موضوع ميكسد. ده بقى خلاص حاجه برايمري وميتابوليك، خلاص دي مشكله، فمشكلتي في بايكار. وبالتالي طبيعي ان البي اتش هتتغير لما البايكار بيتغير، اول ما هيرجع للنورمال البايكار البي اتش هيرجع هو كمان للنورمال. اي اسئله تاني؟ انا عاوز احاول افتح الشات بتاعكم. وانا مش عارف اصلا الشات بتفتح منين. اي اسئله تاني يا جماعه؟ اي اسئله يا شباب؟ طيب يا رب تكونوا استفدتوا النهارده، يا رب تكونوا بداتوا تغيروا فكركم عن الكريتيكال وتعرفوا الاتيتيود بتاع شغلنا. واللي هيكمل منكم معايا ان شاء الله، اللي هيكمل كريتيكال اساسا وحابب الموضوع يكمل المحاضرات الجايه ان شاء الله. محاضرتنا هتكون الجمعه الجايه في نفس الميعاد باذن الله في 7:30، بعد كده هتكون محاضره كل شهر، سواء على بروفيشنال كلينيكال فارماسيست جروب، بروفيشنال كلينيكال فارماسيست او جروب مبدئون. تصبحوا على خير يا شباب.